تمام، هنكمل مع بعض دلوقتي المحاضرة الأولى في البروتين ميتابوليزم اللي عنوانها ايه disposal of nitrogen from the amino acids. تمام، احنا كنا أخدنا الأربع نقط اللي فوق دول في الريكوردنج الأول. تمام، هنا بقى هناخد ايه الكاتابوليزم of amino acids، وزي ما اتفقنا ان أول ما نسمع أو نتكلم عن الكاتابوليزم of amino acids نفتكر ايه بقى ان امينو دي لوحدها، تمام، وبقيه الامينو اسيد لوحده بعد الريموفال اوف امينو جروب بيبقى اسمه ايه كربون سكيلتون. تمام، فاحنا هنتكلم بقى عن الريموفال اوف الامينو اسيد اللي هو عنوان المحاضره اللي هو الايه ديسبوزال اوف نيتروجين. تمام كده، تمام، زي ما اتكلمنا في الامينو اسيد بول ان السورسز بتاعه الامينو اسيدز في الامينو اسيد بول او الامينو اسيدز الموجوده في جسمي جايه منين، والفيت اتكلمنا على ثلاثه فيتس، قلنا يا اما تستخدم في سينثيسيس اوف نيو بروتينز، سينثيسيس اوف النون بروتين نيتروجينس كومباوندز، واي امينو اسيد زياده عن حاجه الجسم في السينثيسيس لازم هيحصل له ديجراديشن. تمام، زي ما اتفقنا هنقسم الديجراديشن اوف امينو اسيدز الفيرست فيز وسكند فيز. السكند فيز مش هنتكلم عليها النهارده خالص، اللي هي بقى تكسير باقي الامينو اسيد بعد ريموفال اوف الامينو جروب. هي بس انتوا اخدتوا فكره عن الفيت بتاع الكربون سكيلتون اوف امينو اسيد ده في سنه اولى، ان احنا كنا بنقسم الامينو اسيدز لايه لما تتكسر، في منها جلوكوجينيك وفي منها كيتوجينيك وفي منها ميكسد، بس برضو ايه مش هنتكلم عليهم دلوقتي. تمام، احنا النهارده بقى هناخد الايه ديسبوزال اوف نيتروجين فروم الامينو اسيدز. تمام، اللي هي الفيرست فيز كاتابوليزم اوف الامينو اسيدز. تمام، عايزاكم برضو هنا نحفظ كده ايه جمله مع بعض هنفسرها، بس هنفسرها طبعا يا بقيه المحاضره هي عباره عن الجمله دي، بس ايه لازم نكون عارفين الجمله دي، ان الامينو اسيد كاتابوليزم الفيرست فيز اللي هي الريموفال اوف الالفا امينو جروب بتبقى يوجوالي باي ايه، يعني ده موستلي اللي بيحصل في الجسم باي ترانس امينيشن. تمام، وذ الفا كيتو جلوتاريت then oxidative deamination of glutamate. تمام، then urea formation in liver. تمام، هقول لكم الجملة تاني عبارة عن 3 parts نحفظها بس دلوقتي ونفضل نكررها بقية المحاضرة عشان ايه تثبت في دماغنا، وطبعا هنفهم كل جزء فيه. تمام، يبقى transamination with alpha ketoglutarate to form glutamate، ده أول جزء من الجملة. تاني جزء subsequent oxidative deamination of glutamate. تالت جزء من الجملة urea formation in liver. تمام كده، ده باختصار كده الجملة دي بتلخص الايه الستبس بتاع الريموفال اوف الامينو جروب من الجسم. دي الطريقة الوحيدة؟ لا، بس ده الايه الاشهر وده اللي بيحصل. تمام، احنا اتفقنا بقى ايه ده الثري فيتس اوف الامينو اسيد ديبليشن في جسمي جايه منين، زي ما اتفقنا بقى موستلي من الدايتري بروتينز دايجيشن اند ابزوربشن والايه البروتين ديجراديشن في جسمي. تمام، والسنسز اوف النون اسينشال امينو اسيد. طب رايحه فين بقى ده كلامنا دلوقتي؟ اول حاجه قلنا الجسم هيشوف عايز يصنع ايه، هيصنع بروتين، هيصنع الامينو اسيد ديريفاتيفز او النون بروتين نيتروجينس كومباوندز، ولا بقى ايه خلاص مش عايز مش محتاج يصنع حاجه فهيعمل لها ديجراديشن. الجمله كانت عباره عن ايه؟ transamination with alpha ketoglutarate to form glutamate oxidative deamination of glutamate urea formation. تمام، ده كده بالنسبه للايه دي الامينو اهي. تمام، دي الامينو جروب ريموفال. تمام، طيب الكربون سكيلتون احنا قلنا مش هنتكلم عليه دلوقتي خالص، بس احنا ايه فكره عامه كده ان الكربون سكيلتون ده يا اما جلوكوجينيك امينو اسيدز هتديني الجلوكوز، يا اما في هيطلع انترميديتس تدينا الاستايلكو ايه هيتصنع منه فاتي اسيدز، هيتصنع منه كيتون بوديز دي الكيتوجينيك. تمام، وعندنا كذا انترميديتس هتطلع من الكربون سكيلتون ده او ايه تستخدم في الانرجي برودكشن. تمام، الامونيا بقى زي ما احنا قلنا ترانس امينيشن اوكسيداتيف دي امينيشن يوريا فورميشن. طيب بالمناسبه بس عشان ما تلخبطوش، يعني ان اتش 3 او ان اتش 4 بوزيتيف هما الاثنين واحد، هي بس الان اتش 3 لما بتبقى في ايكوس سوليوشن بتبقى بروتونيتد كده، بتبقى في الصوره دي في اي ايكوس سوليوشن يعني في السيتوبلازم في البلاد. تمام، لكن لو هتعمل الامونيا طبعا هايلي ديفيوزبل وهايلي توكسيك. تمام، فلما بتعدي اي ممبرين بتبقى في الصوره الجازيس اللي هي الان اتش 3 اللي هي نيوترال ونون تشارجد، لكن طول ما هي في ايكوس سوليوشن بتبقى بروتونيتد،
تاخد بروتون، تمام، لان الامونيا اصلا بيز، والبيز بتبقى بروتون اكسبتور، فايه فتبقى في الصوره دي. دي معلومه كده ايه، هتقروها بس وانتوا بتقروا الهايلايتس علشان ما تبقوا فاهمينها يعني. طيب هنتكلم بقى عن ايه، عن اول جزء في الجمله بتاعتنا اللي هو ايه، ترانس امينيشن. بقيه الجمله كان ايه، ترانس امينيشن with alpha ketoglutarate to form glutamate, then subsequent oxidative deamination of glutamate, and then ايه او lastly ايه بقى اللي بيحصل، اليوريا formation. تمام. طيب هنتكلم بقى عن اول حاجه ترانس امينيشن. ايه ترانس امينيشن ده؟ من الاسم اهو، ترانس يعني ايه، يعني ترانسفير، تمام، وامينيشن طبعا المقصود هنا الايه، الامينو جروب اوف الايه، اوف الامينو اسيدز او النيتروجين بارت بتاع الامينو اسيدز. تمام. طيب دي اول طريقه في الايه، في الريموفال اوف الامينو جروب. بس هل هنا انا بعمل لها ريموفال فعلا، يعني هل بيطلع معايا فري امونيا او ريليز الفري امونيا؟ لا، انا هنا بعمل ترانسفير للامينو جروب دي من امينو اسيد لحاجه اسمها الفا كيتو اسيد. الالفا كيتو اسيد ده بيبقى نفس تركيب اي امينو اسيد، ما عدا ال NH2 بتبقى بدلها اسمه ايه، الفا كيتو، يبقى كيتو جروب اللي هي سي او. يبقى اي امينو اسيد بيبقى له بالظبط كورسبوندنج الفا كيتو اسيد. الفرق ما بينهم ايه، هما الاثنين نفس الاستراكشر ما عدا الفانكشنال جروب. ده الامينو اسيد هنا بيبقى الامينو جروب، الالفا كيتو اسيد بتبقى بدلها ايه، سي او اللي هي الكيتون جروب. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الترانس امينيشن؟ ان انا بعمل ترانسفير للامينو جروب، تمام كده، من الامينو اسيد، تمام، لالفا كيتو اسيد. خلاص. فالنتيجه هتكون ايه، الامينو اسيد اللي انا عملت منه الترانسفير الامينو جروب ده هيتحول للايه، للكورسبوندنج الفا كيتو اسيد اللي هو الكيتو اسيد اللي شكله بالظبط، بس انا شلت ان اتش 2 حطيت بدلها سي او. تمام. والالفا كيتو اسيد اللي اخد الامينو جروب من الامينو اسيد الاوريجينال اللي داخل التفاعل هيتحول هو لايه، للكورسبوندنج الفا امينو اسيد. مفيش لخبطه ولا حاجه، وانا بيحصل انتر كونفرجن للامينو جروب من امينو اسيد لالفا كيتو اسيد. فالاوريجينال امينو اسيد ده هيتحول للكورسبوندنج الفا كيتو اسيد، والالفا كيتو اسيد الاوريجينال برضو اللي في التفاعل هيتحول للايه، للكورسبوندنج الفا امينو اسيد. تمام. ده عامه معنى الترانس امينيشن. ولكن زي ما اتفقنا بقى ايه اللي بيحصل، اللي بيحصل ايه بقى، ترانس امينيشن ويز الفا كيتو جلوتاريت. زي ما انتم شايفين كده الامينو اسيد، اي امينو اسيد هيعمل ترانسفير الامينو جروب بتاعه mostly مع ايه، الفا، اديها لمين، الالفا كيتو جلوتاريت. الفا كيتو جلوتاريت ده الفا كيتو اسيد 5 كاربون، 5 كاربون الفا كيتو اسيد. تمام كده. فالامينو اسيد اللي ادى الالفا كيتو جلوتاريت الامينو جروب بتاعته هيتحول لايه، للكورسبوندنج الفا كيتو اسيد، يعني الكيتو اسيد المساوي لعدد كربونات الامينو اسيد ده، ولكن طبعا مختلف في الايه، بدل الامينو جروب كيتون جروب. تمام. والالفا كيتو جلوتاريت بعد ما بياخد الامينو جروب بيبقى اسمه الكورسبوندنج امينو اسيد بتاعه اللي هو الايه، الجلوتاميت. ده 5 كربون ايه، 5 كربون امينو اسيد اسيدك، اسيدك الجلوتاميت ده هو ده الجلوتاميك اسيد. تمام. تمام. يبقى تاني ترانس امينيشن معناها ترانسفير للامينو جروب من امينو اسيد لالفا كيتو اسيد. النتيجه ايه، هتكون ان الالفا امينو اسيد حصل منه الترانسفير هيتحول للكورسبوندنج الفا كيتو اسيد، والالفا كيتو اسيد اللي اخد الامينو جروب هيتحول للكورسبوندنج الفا امينو اسيد. ولكن ايه اللي بيحصل اكتر في الجسم، يعني ايه التفاعل اللي موستلي بيحصل، ان الالفا كيتو جلوتاريت ده هو البريدومينانت امينو جروب اكسبتور، ده الاكسبتور لامينو جروب من اي امينو اسيد. تمام. فبالتالي الالفا كيتو جلوتاريت ده لما هياخد الامينو جروب من اي امينو اسيد هيتحول لمين، لجلوتاميت. دي ثابته، الالفا كيتو جلوتاريت لما ياخد الامينو جروب مفيش اي حل غير ان هو هيبقى اسمه جلوتاميت. تمام. فكده برضو الجلوتاميت في ترانس امينيشن رياكشنز بيبقى ايه بقى، اسمه ايه، كولكتور للامينو جروب فروم اني امينو اسيد. بنسمي الكولكشن بتاع الامينو جروب من اي امينو اسيد لتكوين الجلوتاميت دي فانلينج اوف الامينو جروبس للجلوتاميت، يعني كل الامينو اسيد هتدي الامينو جروب بتاعتها او تعمل ترانسفير للامينو جروب بتاعتها
للالفا كيتو جلوتاريت، فيبقى اسمه ايه الالفا كيتو جلوتاريت ده؟ جلوتاميت. يبقى الفا كيتو جلوتاريت لما اخد الامينو جروب من الامينو اسيدز بقى اسمه ايه؟ جلوتاميت. تمام كده. طيب ليه بقى، ليه اشمعنى يعني ده اشهر تفاعل بيحصل؟ لان انا اصلا الهدف بتاعي ايه لو انتوا فاكرين؟ انا الهدف بتاعي اهو مكتوب في العنوان اهو، ده انا هنا بعمل امينو اسيد كاتابوليزم. الفيرست فيز في الامينو اسيد كاتابوليزم هي ريموفال اوف الالفا امينو جروب، ده اول ستيب اللي هو الترانس امينيش. طب هل انا هنا شلتها عملت لها ريموفال؟ لا، انا عملت لها ترانسفير. ليه عملت لها ترانسفير؟ لان علشان اشيلها في الخطوه اللي بعدها الجلوتاميت ده اسهل امينو اسيد يحصل منه ريموفال اوف الامينو جروب. الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ نص التاني من الجمله اللي احنا حفظناها اللي هو دي امينيشن. اشهر امينو اسيد او اكتر امينو اسيد سهل في انه يحصل له الدي امينيشن هو الجلوتاميت. فعلشان كده بعمل الترانس امينيشن يعني ترانسفير اوف الامينو جروب فروم اني امينو اسيد للالفا كيتو جلوتاريت يدينا جلوتاميت عشان نسهل الخطوه الايه؟ اللي بعدها. طيب في فايده برضو مهمه جدا في التفاعل، غير ان ده تفاعل في الفيرست فيز امينو اسيد كاتابوليز، ان التفاعل ده زي ما انتم شايفين كده ريفيرسيبل. ريفيرسيبل يعني ايه؟ يعني ممكن ابدا من هنا ان الجلوتاميت يتحد مع اي الفا كيتو اسيد، النتيجه تكون ايه؟ جلوتاميت هيدي الالفا كيتو اسيد الامينو جروب بتاعته، فيبقى اسم الجلوتاميت ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت، ويتكون امينو اسيد. يتكون امينو اسيد دي ايه؟ senses اهو of non-essential amino acids. يبقى مهم برضو التفاعل ده ان الجسم بيكون منه الايه؟ ال non-essential amino acid. منين؟ من الجلوتاميت. الجسم عنده جلوتاميت كفاية بس محتاج amino acids تانية، يبقى هيجيب من الجلوتاميت ده amino acids اللي هو محتاجها عن طريق ايه؟ ان هو يعمل trans amination للجلوتاميت مع الفا كيتو اسيد اللي هو طبعا corresponding للامينو اسيد اللي انا عايزاه، فتنقل ال NH2 من الجلوتاميت للكورسبوندنج الفا كيتو اسيد بتاع الامينو اسيد اللي انا عايزاه فيدينا الامينو اسيد. تمام؟ تمام. زي ما قلنا ان هنا في تفاعل الترانس امينيشن ده مفيش ليبريشن او ريليز لاي فري امونيا. شايفين اهو في التفاعل في اي فري امونيا طلعت؟ لا. طيب ايه التفاعل كمان ايه؟ ريفيرسيبل. ريفيرسيبل قلنا يمشي في الاتجاه المعاكس علشان ايه؟ نصنع منه النون اسينشال امينو اسيد. امال هو الاتجاه بتاعه في الريموفال اوف الالفا امينو جروب ايه؟ ان اي امينو اسيد يدي الامينو جروب بتاعته الالفا كيتو جلوتاريت فيكون لي جلوتاميت. ليه؟ عشان الجلوتاميت ده اسرع امينو اسيد يحصل له الايه؟ الدي امينيشن اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه. تمام؟ برضو كل دي كده بروبرتيز اوف الترانس امينيشن رياكشن ومهمه جدا. تمام؟ نعرف ان ترانس امينيشن رياكشن ده بيبقى موستلي ترانسفير الامينو جروب للالفا كيتو جلوتاريت وفورم جلوتاميت. يبقى الالفا كيتو جلوتاريت اسمه ايه؟ بريدوميننت امينو جروب اكسبتور، والجلوتاميت اسمه ايه؟ كوليكتور اوف الامينو جروب. يبقى البروسيس دي اسمها ايه؟ فانلينج. فانلينج زي اللي هو القمع، بنجمع الامينو جروب كلها علشان نكون ايه؟ مع الالفا كيتو جلوتاريت يتكون لنا جلوتاميت. تمام. طيب ايه البروبرتي المهمه برضو؟ ان هنا في الرياكشن بتاع ترانس امينيشن مفيش ريليز لفري امونيا، ما عنديش هنا خالص ريليز لفري امونيا، بس احنا كريموفال للامينو جروب الخطوه دي تمهيديه ومهمه جدا للدي امينيشن اللي بعدها. تمام. طيب ايه بقى الانزيم المسؤول عن التفاعل ده؟ التفاعل ده انزيماتيك رياكشن، يعني معتمد على انزيمز اسمها ايه؟ من الاسم ترانس امينيشن. يبقى الانزيم اسمه ايه؟ ترانس امينيز، يعني الانزيم اللي بينقل امينو جروب او امينو ترانسفيريز، الاثنين نفس الاسم. تمام. زي ما اتفقنا ان التفاعل ريفيرسيبل، يبقى ده هيفيدنا في تكوين النون اسينشال امينو اسيد. تمام. طيب اي امينو اسيد ممكن يدي الالفا امينو جروب بتاعته الالفا كيتو جلوتاريت ما عدا اربعه. تمام. دول تحفظوهم اللي هي الامينو اسيدز اللي كانت بيه ترانس امينيتد. تمام. اللي هي ايه؟ اللايسين، الثريونين، برولين، هيدروكسي برولين. تمام. الهيدروكسي برولين احنا كنا بنقول عليه في سنه اولى ايه؟ امينو اسيد ديريفاتيف يعني. تمام. بس هم الاربعه دول ما يحصل لهمش ايه؟ ترانس امينيشن، بيحصل لهم دي امينيشن على طول الخطوه اللي بعدها. تمام. بس زي ما اتفقنا اغلب الامينو اسيد دول اربعه بس من ضمن 20، فاغلب الامينو اسيد يحصل لهم تفاعل ترانس امينيشن فولود باي سبسيكونت ايه؟ دي امينيشن. تمام. طيب ادي ده تفاعل الترانس امينيشن. تمام.
او امينو اسيد ده جنرال، ده الجنرال رياكشن اوف ترانس امينيش، مش الايه، مش الموست كومن رياكشن. تمام، الجنرال رياكشن ايه؟ ان انا عندي امينو اسيد، ادي الاستراكشر اللي اتكلمنا عليه في اول المحاضره، ان في كربوكسيليك جروب، في امينو جروب لها ميزتين، هنلاقي هنا ميزه واحده يعني ما... تمام اللي هي الايه، ان هي الفا امينو ماسكه في الالفا كربون اللي جاست افتر الايه، الكربوكسيليك جروب. طبعا البروبرتي الثانيه ان هي ال سايد، بس يعني ده في السبيس يعني، وطبعا على الرسم طبعا بنحاول على طول نرسمها ليفت سايد امينو جروب يعني، بس طبعا ده بيبقى في السبيس اللي هو 3 دي ستراكشر والكلام ده. تمام، فهنا يعني ايه، تعرفوا طبعا ان دي على الشمال، بس يعني ايه، هي الرسمه كويسه موضحه كل الترانس امينيشن، فايه معلش ما يعني دي نعرفه ان الامينو جروب بتبقى في السبيس على الليفت سايد عشان يبقى اسمه ال امينو اسيد. تمام، طيب ما علينا كده، نتكلم عن الاساسيات. انا جايبين الرسمه دي ليه؟ ده الجنرال ستراكشر اوف ترانس امينيشن، عندي امينو اسيد تمام مع كيتو اسيد. تمام، كيتو اسيد الاستراكشر يعني ايه بتاعه؟ اسيد اهو سي او اتش، بس مش امينو بقى، ده كيتو، يبقى في سي او بدل ان اتش 2. تمام كده، وبقيه السايد تشين بقى بتاعته اللي بتميزه عن ايه، عن اي كيتو اسيد تاني. تمام، على السهم هطلع ثلاثه بروبرتس او ثلاثه كاركترز للترانس امينيشن رياكشن، ان هو ايه، ريفيرسيبل تمام، كاتالايزد باي ترانس امينيزس او امينو ترانسفيريزس. تمام، والبايريدوكسال فوسفيت ده كو انزيم للترانس امينيز اللي هو البي ال بي، بيبقى اسمه كده بي ال بي، ده ديريفاتيف من فيتامين بي 6. تمام، وكو انزيم للايه، للانزيم اللي هو ترانس امينيز. النتيجه ايه بقى؟ ان الالفا امينو اسيد ده هو مميز بالايه، بالسايد تشين بتاعته، فاسمه ار 1. تمام، هنلاقي ان الكيتو اسيد اللي طالع برضو ايه، ار 1، لان الامينو اسيد ده بعد ما عمل ترانسفير الامينو جروب اداها للكيتو اسيد اللي معاه في التفاعل، خلاص اتحول الامينو اسيد ده للكورسبوندنج كيتو اسيد، للكيتو اسيد اللي له نفس الاستراكشر بتاعه ما عدا بس الايه، الكيتون جروب. ونفس الكلام هيحصل مع الايه، الامينو اسيد البروديوسد من الايه، من الكيتو اسيد اللي هو كان داخل، يعني دول سبستريتس ودول برودكتس. تمام، زي ما اتفقنا في الانزيم، سبستريتس هنا امينو اسيد السايد تشين بتاعته ار 1، هيخرج من التفاعل ايه، كيتو اسيد كورسبوندنج، يعني هو نفس السايد تشين، نفس كل الاستراكشر ما عدا ان الامينو جروب في الامينو اسيد ار 1 ده بقت سي او. تمام، ونفس الكلام مع السبستريت اللي هو الكيتو اسيد اللي داخل، هيطلع ايه، كورسبوندنج امينو اسيد. تمام، طيب ايه بقى التفاعل اللي موستلي بيحصل؟ ان الكيتو اسيد على طول ده اللي هو الداخل ده بيبقى الفا كيتو جلوتاريد، فبالتالي الامينو اسيد اللي خارج هيبقى اسمه ايه، جلوتاميت. يبقى كده الالفا كيتو جلوتاريد بريدوميننت امينو جروب ايه، اكسبتور. تمام، والجلوتاميت ده الايه، الامينو جروب كولكتور. تمام، وقلنا ليه؟ علشان الجلوتاميت هو اسرع امينو اسيد هيحصل له الخطوه اللي بعد كده اللي هي فعلا ايه، الريموفال الفعلي للامينو جروب، ان هي تطلع لنا بقى فري امونيا في الدي امينيشن اللي احنا هنقولها كمان شويه. خلاص، يبقى احنا كده قلنا ضمنيا كده فايده الترانس امينيشن ايه. اول حاجه طبعا ان دي ايه، فيرست فيز كاتابوليك رياكشن في الايه، في الريموفال بتاع الامينو جروب. تمام، يعني فيرست فيز كاتابوليك رياكشن الامينو اسيد اللي هي الايه، الريموفال اوف الامينو جروب. تمام، طيب تاني حاجة قلنا لو مشينا في الاتجاه العكسي للتفاعل هنصنع منها ايه، نون اسينشال امينو اسيد. تمام، وهنشوف بقى دلوقتي في ال ALT وال AST ان هي تدينا الفا كيتو اسيدز مهمة زي البيروفيك اسيد. بيروفيك اسيد ده الفا كيتو اسيد 3 كربون. تمام، اوكزالو اسيتيك اسيد تمام ده الفا كيتو اسيد برضو ايه، 4 كربون. تمام، والالفا كيتو جلوتاريد ده الالفا كيتو اسيد الخمسه كربون. تمام كده، واحنا طبعا عارفين بقى ان البيروفيك اسيد والاوكزالو اسيتيك اسيد دول ايه، امبورتنت ميتابوليك انترميديتس، نستخدمهم فين؟ في الجلوكونيوجينيس. تمام، انا هنا اصلا في تكسير يعني الترانس امينيشن دي في ايه، في كاتابوليزم الامينو اسيدز. يعني ايه كاتابوليزم؟ يعني انا في ستارفيشن، يعني فاستنج، يعني محتاجه اي انرجي، فده برضو الترانس امينيشن يساعد ان هو ايه، يدي انترميديتس برضو للايه، للجلوكونيوجينيس. تمام، اهم حاجتين طبعا تعرفوهم، الترانس امينيشن ده امبورتنت ميثود فور نيتروجين كاتابوليزم اوف الامينو اسيدز، لو مشينا في الاتجاه العكسي للتفاعل لانه ريفيرسيبل يدينا نون اسينشال امينو اسيد. وفي النص طبعا ايه،
يعني يطلع لنا على حسب طبعا اي تفاعل بيتم، على حسب الايه البادي نيد. فالبادي نيد هيبقى في طالع عنده ميتابوليك انترميديتس يستخدمهم في الايه في الجلوكونيوجينيسيس اللي هم البايروفيت والاكزالوستات، هنتكلم عليهم دلوقتي في الايه في الايه اللي تي والاس تي. تمام. طيب هنتكلم بس شويه عن ترانس امينيزس اللي هم الايه الانزيمز اللي ايه اللي كاتالايز الايه الرياكشن اللي هو اسمه ترانس امينيشن ده. تمام. ترانس امينيزس دي وايدلي ديستريبيوتد في الهيومن تيشوز كلها. تمام. بس المور كومن او الاكثر يعني الاشهر تفاعلين بيحصلوا الالانين ترانس امينيز والاسبارتيت ترانس امينيز. تمام. اللي هو الايه اللي تي والاس تي. تمام. فبالتالي هيبقوا مشهورين اكتر في التيشوز اللي بيبقى موجود فيها الاي ال تي اللي هو الليفر بس، والتيشوز اللي موجود فيها الاسبارت الاي اس تي اللي هي الايه الليفر والهارت والسكيلتال ماسل. تمام. طيب موجودين فين؟ سب سيلولار يعني جوه السيل، موجودين في السيتوزول وموجودين في الميتوكوندري، يعني في سيتوزوليك ترانس امينيزس وفي ميتوكوندريال ترانس امينيز. تمام. ممكن يشتغلوا على امينو اسيد معين وممكن يشتغلوا على جروب من امينو اسيدز بيبقى لها نفس الايه البروبرتس او الكيميكال بروبرتس. تمام. طيب احنا قلنا ان هي محتاجه كو انزيم اللي هو البي ال بي او البايريدوكسال فوسفيت. اشهر اتنين بقى الاي ال تي والاي اس تي. تمام. طيب ادي الاي ال تي اهو اللي هو هيبقى ايه، احنا اتفقنا بقى ان الالفا كيتو جلوتاريت ده موستلي بيبقى ثابت اكسبتور للامينو جروب. طب انا التفاعل بتاعي الانزيم بتاعه اسمه ايه؟ الانين امينو ترانسفيريز. يعني عشان ابدا من الالانين ده يبقى الامينو اسيد عندي الانين هيدي الامينو جروب بتاعته الالفا كيتو جلوتاريت، يبقى الالفا كيتو جلوتاريت يتحول لجلوتاميت اللي هو البريدومينانت ايه كوليكتور للامينو جروب. فالالانين بعد ما يحصل ترانسفير للامينو جروب منه هيدينا كورسبوندنج الفا كيتو اسيد المشابه له في كل حاجة ما عدا الأمينو جروب اللي هو اسمه بايروفيت. تمام كده. وطبعا قلنا إيه على السهم بنطلع بثلاث حاجات، إن اتجاه التفاعل ريفيرسيبل، إن الإنزيم اسمه ترانس أمينيز وهنا طبعا سبيسيفيك إيه للألانين فيبقى اسمه ألانين ترانس أمينيز، والكو إنزيم اللي هو الإيه بي ال بي. تمام. تمام. ممكن أسمي الإيه ال تي ده اسم تاني في الاتجاه العكسي للتفاعل اللي هو اسمه إيه بقى؟ جلوتاميك. تمام. بايروفيك ترانس امينيز. تمام. فنلاقي اسمه جيبت اللي هو جي بي تي يعني، او جيبت علشان احنا بنقيسه في السيرم، فسيرم جلوتاميك بايروفيك ترانس امينيز كل ده هنقوله تاني. تمام. طيب نيجي بقى نشوف التفاعل المشهور التاني في الامينو ترانسفيريز او ترانس امينيشن اللي هو الاسبارتيت امينو ترانسفيريز. تمام. التفاعل ده بس ايه هيبقى اكسبشن لكل اللي احنا بنقوله ده. احنا قلنا بقى ايه ان اتجاه التفاعل علشان نعمل ريموفال للامينو جروب في صوره ترانسفير يعني بيبقى ايه بادئ بالفا كيتو جلوتاريت مع الامينو اسيد اللي احنا هناخد منه الامينو جروب، فالالفا كيتو جلوتاريت يبقى اسمه جلوتاميت والامينو اسيد ده يدينا الالفا كيتو اسيد المقابل له. تمام. لكن في تفاعل الاي اس تي بقى بيبقى الهدف الاكتر منه ان نعمل برودكشن للاسبارتيت. برودكشن الاسبارتيت ليه؟ لانه مهم جدا في اليوريا في اليوريا فورميشن. تمام. الاسبارتيت ده امينو اسيد مهم جدا في الايه، الاسبارتيت ده اللي هو الاسبارتيك اسيد اللي هو كان من ايه من ضمن ال20 اللي احنا قلناهم في اول المحاضره، كان اسيدك برضو زيه زي الجلوتاميت بالظبط. تمام. فهنا التفاعل ده هنلاقي نفسنا بنبدا ايه هنا الاكتر الاتجاه الاكتر ايه بالاوكسالو اسيتات. تمام. يعني الجسم يستخدم الاوكسالو اسيتات ده الالفا كيتو اسيد اللي انا عايزه اطلع منه الاسبارتيت، يبقى انا هنا استخدمت الترانس امينيشن رياكشن اهو ان انا عملت برودكشن لنون اسينشال امينو اسيد انا محتاجاه اللي هو الايه الاسبارتيت. ليه محتاجاه قوي؟ مهم قوي برضو في الكاتابوليزم بتاع الامينو اسيد، لانه هيشغل لي اليوريا فورميشن. تمام. اليوريا دي اللي كانت اخر جزء بقى ايه في الجمله بتاعتنا بتاع الكاتابوليزم، مش احنا قلنا ترانس امينيشن اوكسيداتيف دي امينيشن يوريا فورميشن، هنقول كل ده تاني بس ايه بكرر لكم الحاجه اكتر من مره علشان ان شاء الله تثبت ايه معاكم. تمام. يبقى ده تفاعل الاسبارتيت امينو ترانسفيريز، هنلاقيه ان هو الاول ايه يعني بيخرج من الرول بتاع ترانس امينيشن اللي احنا قلناها ان ايه ان اي امينو اسيد يدي
الامينو جروب بتاعته الالفا كيتو جلوتاريت عشان نعمل كل الامينو جروبس دي نجمعها باكبر قدر في صوره جلوتاميت، عشان ده اسهل امينو اسيد واسرع امينو اسيد هيشتغل عليه الانزيم ايه بتاع الخطوه اللي بعدها اللي هي الدي امينيشن. تمام، ولكن هنا بقى في الاسبارتيت امينو ترانسفيريز التفاعل هنا اكتر بيمشي في الاتجاه العكسي، اللي هو عشان اخرج ايه يعني ان الجلوتاميت يتحد مع الاوكسالو اسيتيت عشان يديني اسبارتيت. يديني اسبارتيت ليه؟ علشان الاسبارتيت ده very important في اليوريا سايكل او اليوريا فورميشن اللي هنتكلم عليه. تمام، ما اليوريا فورميشن دي خطوه مهمه جدا جدا في الايه في الريموفال اوف الامينو جروب، لان انا بعد ما اطلع الامينو جروب دي ما ينفعش تتساب كده بهاي ليفلز في البلاد خالص. ليه؟ لانها هايلي توكسيك وهايلي ديفيوسيبل، واكتر تشو بيتاثر بالتوكسيك امونيا ده هو السي ان اس. تمام، كل ده هنتكلم ايه عليه. طيب انا قلت لكم ان اشهر تفاعلين في الترانس امينيشن هو الايه الاي ال تي والاي اس تي، احنا خدنا فكره عنهم برضو في سنه اولى في الانزيمز، كانت في اخر محاضره اللي هي الكلينيكال انزيمز. تمام، زي ما قلت لكم الاي ال تي على حسب اتجاه التفاعل ممكن نسميه الانين امينو ترانسفيريز. تمام، طب في الاتجاه العكسي يتسمى ايه؟ سيرم جلوتاميك، او ممكن ما نشيل سيرم خالص عادي، يعني هتلاقوا اسمه يا جي بي تي يا اس جي بي تي، ما تعرفوا ان اس اس دي عشان سيرم يعني ما هيش اسم سبستريت ولا حاجه. لكن الاتجاه العكسي يدينا ايه بقى؟ اهو جلوتاميت بايروفيك، جلوتاميك بايروفيك ترانس امينيز. تمام، يبقى ده الاسم بتاعه. طيب موجود في اي تشو؟ اونلي ان ليفر، اونلي ان ليفر، ليفر بس. تمام، زي ما اتفقنا في الكلينيكال انزيمولوجي او الكلينيكال انزيمز اللي احنا خدناهم السنه اللي فاتت، ان البلازما انزيمز دي كانت نوعين. تمام، في نوع منهم كده كان ايه المفروض ان هو ما يبقاش موجود في البلازما بهاي ليفلز. ليه؟ لان ده تيشو انزيم، التيشو انزيم ما يبقاش موجود في البلازما بهاي ليفل غير لو حصل تيشو دامج. طيب اي نوع دامج هنا يديني ايه اللي تيب هاي ليفلز ان السيرم او ان البلازما؟ هو تيشو واحد بس وهو الايه الليفر. تمام، يبقى الليفر دامج اونلي هو اللي ان ايه اللي هي ريزلتس ان ايه هاي كونسنتريشن او هاي ليفل اوف الايه اللي تي ان البلازما. تمام، نفس الكلام على الايه على الاسبارتيت امينو ترانسفيريز، برضو الاسم بتاعه هيجي من الاتجاهين، يا اما نقول اسبارتيت ترانس امينو ترانسفيريز لو بدات من الاسبارتيت. طيب الاغلب ان احنا التفاعل ده بنبدا منين؟ من الجلوتاميك مع الاوكزالو اسيتيت يدينا اسبارتيت، فالاسم التاني بقى ايه؟ جلوتاميك اوكزالو اسيتيك ترانس امينيز. تمام، طيب اسبارتيت ترانس امينيز ده موجود فين اكتر؟ لا ده موجود بقى في اكتر من تيشو، موجود في الليفر، موجود في الهارت، موجود في السكليتال مسل. اذا التيست اللي بيقيس الاي اس تي في السيرم يعني، تمام، لو لقيت هاي ليفلز من الاي اس تي في السيرم يبقى انا هنا يا اما عندي ليفر دامج، يا اما مايوكارديال انفاركشن اللي هي يعني هارت ماسل دامج، او ماسكولار دام سكليتال ماسكولار دامج يعني. تمام، طيب يبقى كده الاستنتاج من اللي احنا قلناه ده ان الاي ال تي طبعا مور سبيسيفيك في حاله ليفر دامج، لان الليفر دامج ده ايه هيخرج لي في البلاد هاي ليفلز من اي ال تي ومن الاي اس تي. بس مين اللي مور سبيسيفيك؟ مين اللي بيطلع من الليفر بس؟ هو الاي ال تي. طيب ولكن الاي اس تي موجود في الليفر بكميات كبيره قوي، فهيطلع في البلاد بمجرد اي دامج، مجرد اي دامج حتى لو كان صغير يطلع اي اس تي كتير، يبقى ده اسمه كده سنسيتيف. يبقى مين اللي مور سبيسيفيك؟ الاي ال تي. مين اللي مور سنسيتيف؟ الاي اس تي. تمام، طيب في نوت كده انا كاتباها لكم يعني عشان لما تشوفوا اي تحليل يعني او اي لاب اناليسز للاي اس تي والاي ال تي هتلاقيهم على طول ايه بقولستد كده بانترناشونال يونت بير لتر، هتلاقوا النورمال ليفل على طول دايما بيبقى رينج من 0 ل 40. تمام، فعشان بس ايه دي معلومه يعني تبقوا عارفينها. تمام، يبقى احنا كده خلصنا ايه بقى؟ احنا كده كنا بنتكلم عن الكاتابوليزم اوف الامينو اسيدز، قلنا هنقسمها لتو فيزز، فيرست فيز دي الريموفال اوف الالفا امينو جروب، والسكند فيز كانت الايه؟ البريك داون او الكاتابوليزم اوف الكربون سكيلتون، اللي كان بقى ايه هيدينا على حسب نوع الامينو اسيد، يا اما جلوكوجينيك يا اما كيتوجينيك يا اما ميكسد. ده قلنا مش هنتكلم عليه خالص النهارده باي تفاصيل، اللي هنتكلم عليه بالتفصيل الريموفال اوف الامينو جروب. قلنا هنحفظ الجمله اللي هي ايه ترانس امينيشن وذ الفا كيتو جلوتاريت تو فورم جلوتاميت، ده اول جزء من الجمله. تاني جزء سبسيكوينت
اوكسيداتيف دي امينيشن اوف جلوتامات، اخر جزء من الجمله يوريا فورميشن اون ان ايه ان ليفر. تمام، خلصنا اول جزء من الجمله اللي هو ترانس امينيشن with alpha keto glutarate to form glutamate by trans amination reaction. قلنا trans amination reaction ده في كذا property كده لازم اكون عارفاهم. من السهم اول حاجه افتكرها ايه عشان بس واحنا بنذاكر، ان التفاعل ده reversible، وده هيجي من هنا اهميته. reversible يبقى هو في اتجاه هيعمل ايه funneling للامينو جروبس من اي امينو اسيد، ما عدا طبعا الاربعه اللي ما بيحصل لهمش trans amination، هيحصل فانلنج للامينو جروب من اي امينو اسيد للايه مع الالفا كيتو جلوتاريت يكون لي جلوتامات. تمام، ليه؟ علشان الجلوتامات قلنا اسرع امينو اسيد واسهل امينو اسيد يحصل له الخطوه اللي احنا هنشرحها دلوقتي اللي هي الايه الاوكسيداتيف دي امينيش. طيب اتجاه التفاعل العكسي يكون لي نون اسينشال امينو اسيد، يبقى ده اول كاركتر اللي التفاعل ريفيرسيبل، وده هيخلينا نجيب الامبورتنس بتاع ترانس امينيشن. تمام، تاني حاجه اجيبها من على السهم اسم الانزيم، من اسم التفاعل ترانس امينيز او امينو ترانسفيريز، ومن اشهرهم الاي ال تي والاي اس تي. تمام، سهلين جدا وانتوا واخدين عنهم فكره من السنه اللي فاتت. تمام، طيب ايه تالت حاجه بجيبها ولازم افتكرها من على السهم بتاع التفاعل الترانس امينيز؟ طبعا انتوا مالكوش حفظ رياكشنز ولا فورميلا بس هي كانت حاجات كده مهمه يعني كان لازم بتتحفظ زمان يعني، لكن طبعا انتوا ايه اترحمتوا من حوار الفورمولا ده جامد. فتالت حاجه انا بجيبها من على السهم ان الترانس امينيشن رياكشن او ترانس امينيزز دول محتاجين كو انزيم اللي هو الايه البي ال بي، او ده دريفاتيف من فيتامين بي 6. تمام كده، يبقى الفيتامين اهو مهم في الايه في البروتين ميتابوليزم. تمام، طيب كده احنا خلصنا الترانس امينيشن. تمام، نيجي بقى الخطوه اللي بعدها اللي هي الايه الاوكسيداتيف دي امينيشن للايه للجلوتاميد بقى اللي احنا كوناه بالايه بالترانس امينيشن. تمام، طيب الدي امينيشن عامه من اسمها اهو دي، الدي اي دي اللي هي البريفكس ده قبل اي كلمه انتوا اتعودتوا تبقى معناها ايه ريموفال، يبقى ده الريموفال الفعلي فعلا للامينو جروب. يعني هنا هشوف بقى بعيني كده، هشوف ايه بعيني على التفاعل، يعني هشوف فري امينو جروب ليبريتد او ريليزد. تمام كده، لكن في الترانس امينيشن ما كانش في اي فري امينو جروب طلعت من التفاعل. تمام، يبقى الدي امينيشن معناها فعلا انه هيطلع ايه ريليز اوف فري امينو جروب. تمام كده، الدي امينيشن عامه بقى هنقسمها لاوكسيداتيف ونون اوكسيداتيف. تمام، الاوكسيداتيف هي دي موضوعنا وهي دي المهمه بالنسبه لنا، ان يحصل يعني دي امينيشن اكومبانيد باي اوكسيديشن، والنوع الثاني اللي هو النون اوكسيداتيف ما يعني مش مهمه بالنسبه لكم خالص، او بنسميها سبيسيفيك دي امينيشن لانها بتبقى سبيسيفيك لامينو اسيدز معينه، هتعرفوها ضمنيا مع الامينو اسيد ميتابوليزم لو يعني ما ناخد كل امينو اسيد لوحده. بس اللي يهمني في الكاتابوليزم بتاع الامينو اسيدز ان يحصل بعد الترانس امينيشن ايه اوكسيداتيف دي امينيشن. تمام، يبقى انا اللي يهمني الاوكسيداتيف، النون اوكسيداتيف مش مطالبين بيها، اللي هي كانت او اسمها يعني سبيسيفيك دي امينيشن. طب نتكلم بقى عن الايه الموضوع بتاعنا اللي هو الاوكسيداتيف دي امينيشن اللي بيحصل بعد الايه الترانس امينيشن. تمام، يبقى من التعريف نعرفنا الدي امينيشن ريموفال اوف امينو جروب، بس هنا يبقى مصاحب له اوكسيديشن. تمام، طيب احنا عرفنا برضو من ضمن تعريفات الاوكسيديشن، عرفنا برضو الاوكسيديشن مع بعض السنه اللي فاتت، ان هي لها ثلاث تعريفات من ضمنهم ريموفال اوف هيدروجين. تمام، او هيدروجين لوس. تمام، فبالتالي التفاعل اللي هيطلع فيه هيدروجين ده بنلاقي ان موجود فيه هيدروجين كاريرز. تمام، ودي مهمة قوي ان احنا نعرفها في الايه في الاوكسيداتيف دي امينيشن. تمام، تفاعلات الاوكسيداتيف دي امينيشن بتحصل موستلي ان ليفر اند كيدني، بس موجود برضو التفاعل المشهور اللي اشتغل على الجلوتامات موجود وايدلي ديستريبيوتد في السيلز، بس البروسيس نفسها بتحصل اوكسيد اللي هي الاوكسيداتيف دي امينيشن. يعني اكتر حاجة ايه او اكتر اكتيفيتي للانزيمز اللي احنا هنتكلم عليها ايه في الليفر والكيدني. تمام، mostly يعني ممكن يحصل في اماكن تانية بس الاشهر ان هو بيحصل ده غير only. تمام، احنا قلنا مثلا الـ ALT only in liver يبقى مش هلاقيه في اي تيشو تاني غير الليفر. تمام، لكن الاوكسيداتيف دي امينيشن widely distributed، مش كلها طبعا يعني الانزيم اللي احنا هنهتم بيها ونركز عليه، بس mostly في الليفر والكدني. تمام كده، طيب نتيجة الدي امينيشن عامة في الاوكسيداتيف دي امينيشن عامه هيطلع لي او لازم هو اللي هو التعريف الاساسي دي امينيشن ريليز اوف الامينو جروب. احنا اتفقنا بقى ان الامينو جروب بعد ما تطلع من الامينو اسيد بيبقى بقيته اسمه ايه
كربون سكيلتون، تمام. كربون سكيلتون ده بيدينا الفا كيتو اسيد، تمام. فاي دي امينيشن رياكشن هتلاقي ان في البرودكتس طالع لك فري امينو جروب والفا كيتو اسيد. الالفا كيتو اسيد ده جاي منين؟ اللي هو بقيه الامينو اسيد بعد ما طلعت منه الايه الامينو جروب. طيب الاوكسيديتيف دي امينيشن بقى نفسها فيها تفاعل مهم جدا اللي هو هيحصل على الجلوتاميت اللي ناتج من الترانس امينيشن اللي احنا لسه متكلمين عليها، وفيها تفاعلات بتبقى ماينور، ماينور يعني ما بتحصلش كتير او لو اكتيفيتي، تمام. الميجور باث واي ده اللي هو الجلوتاميت دي هيدروجينيز، تمام. وبعدين هنتكلم عن الماينور حاجه بسيطه قوي يعني، بس انتوا اهم حاجه تعرفوا الميجور انزيم في الاوكسيديتيف دي امينيشن اللي هو هيشتغل على الجلوتاميت اللي طالع من الترانس امينيشن، واسم الانزيم ايه؟ جلوتاميت دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز اهو يعني بيعمل اوكسيديشن، دي هيدروجينيشن يعني عملت ايه؟ لوس اوف هيدروجين. فهو بيعمل اوكسيديشن، فهو شغال ليه؟ لانه شغال في بروسيس ما ايه او رياكشن اسمه ايه؟ اوكسيديتيف دي امينيشن. طيب هنتكلم بقى عن الايه، عن الجلوتاميت دي هيدروجينيز ده. نفتكر بس احنا فين؟ احنا في الكاتابوليزم بتاع الامينو اسيدز، تمام. قلنا ما دام جبنا كلمه كاتابوليزم للامينو اسيد يبقى احنا هنفصل كاتابوليزم الامينو جروب، كاتابوليزم اوف الايه الكربون سكيلتون، تمام. طيب مش هنتكلم خالص النهارده عن الكربون سكيلتون، احنا هنتكلم عن الامينو جروب بتاع الامينو اسيد. عنوان المحاضره بتاعتي اللي هو نيتروجين ديسبوزل، تمام. طيب الامينو جروب دي قلنا بتتشال ازاي؟ هنقول ثلاث اجزاء في جمله نحفظهم كده الاول. ترانس امينيشن، تاني جزء ايه؟ اوكسيديتيف دي امينيشن. ثالث جزء ايه؟ يوريا فورميشن ان ليفر، تمام. اول جزء خلصناه اللي هو الترانس امينيشن، وقلنا موستلي بيحصل ايه؟ ترانس امينيشن لاي امينو جروب من اي امينو اسيد ويز ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت تو فورم جلوتاميت، تمام كده. طيب الجلوتاميت بقى اللي انا طلعت بيه من الترانس امينيشن رياكشن ده هيحصل له السبسيكونت ستيب اللي هي الايه بقى؟ انا بقى هدفي انا عايزه اطلع الامونيا دي، اصلا لحد دلوقتي لسه ما طلعتليش فري امونيا. هطلعها بقى منين؟ من الجلوتاميت اللي عمل كولكشن للامينو جروبس من اي امينو اسيد، اي امينو اسيد، تمام. فكركم تاني ما عدا الاربعه اللي ايه اللي ما بيحصل لهمش خالص ترانس امينيش، تمام. الجلوتاميت اللي جمع الامينو جروب من الامينو اسيدز ده هيحصل له بقى الايه؟ الاوكسيديتيف دي امينيشن. طيب الاوكسيديتيف دي امينيشن ده تفاعل، تمام، بيحصل في دي امينيشن يبقى هلاقي عندي فري امينو جروب طلع، تمام، يعني ريليز اوف فري امينو جروب. واوكسيديتيف يبقى هلاقي عندي لوس اوف هيدروجين وكاريد باي ايه؟ هيدروجين كارير. ولازم نعرف الهيدروجين كارير نوعه ايه. طيب الانزيم اللي مسؤول عن التفاعل ده اسمه جلوتاميت دي هيدروجينيز، تمام كده. ده موجود في الميتوكوندريا وايدلي ديستريبيوتد، بس موستلي ان الليفر والكدني زي اي اوكسيديتيف دي امينيشن رياكشن، تمام. طيب نشوف بس التفاعل الاول عشان نعرف نقول الريجوليشن. ده الجلوتاميت اهو اللي عمل كولكشن الامينو جروب في الايه؟ في الترانس امينيشن من الامينو اسيدز. فالامينو اسيدز ادت الامينو جروب بتاعتها الالفا كيتو جلوتاريت، بقت اسمها بقى اسمه ايه؟ جلوتامين، تمام. الجلوتاميت ده بالاوكسيديتيف دي امينيشن بقى اهو لما اشيل منه الامينو جروب يبقى اسمه ايه؟ ما هو اسمه الفا كيتو جلوتاريت، ما احنا خلاص حفظنا بقى، تمام. الامينو جروب هي فري، تمام. طبعا دي كده مصيبه يعني في الجسم، تمام. فري امونيا دي ما ينفعش خالص تمشي في البلاد، عشان كده يحصل اخر جزء ايه في الجمله بتاعتنا اللي هي اليوريا فورميشن. يبقى دي كده لازم هتكون لي يوريا، تمام. طيب الجزء بقى دي كده دي امينيشن حصلت، الاكسيديشن بقى حصل ايه؟ حصل ان شلنا هيدروجين على هيدروجين كارير. الجلوتاميد هيدروجينيز ده الهيدروجين كارير بتاعه يا اما نات يا اما نات بي، تمام كده. دي لازم تعرفوها برضو خلاص. والتفاعل بقى ايه؟ ريفرسبل، تمام. يبقى الجسم لو فيه الفا كيتو جلوتاريت مع امونيا يكون لي ايه؟ جلوتامين، تمام. طيب ايه اللي هيتحكم في الموضوع ده؟ الانرجي ليفل، تمام. الجي تي بي والاي تي بي ده معناه ان انا عندي انرجي كتير، تمام. دولت الوستريك انهبيتورز، الوستريك انهبيتورز للايه؟ للجلوتاميد دي هيدروجينيز، تمام. جلوتاميد دي هيدروجينيز التفاعل بتاعي المفروض ان هو الايه ماشي كده، ماشي يعني من اسمه جلوتاميد دي هيدروجينيز هيكون لي الفا كيتو جلوتاريت. طيب دي فري امونيا وقلنا هتتكون بيها يوريا. الفا كيتو جلوتاريت ده انتوا سمعتوا عنه في السنه اللي فاتت فين؟ كان فيري امبورتنت انترميديت فين؟ في الكريبس سايكل، تمام.
طيب فانا عندي بقى ايه اللي هيحكم الاتجاه التفاعل؟ هي الانرجي ليفل ده. لو انا عندي انرجي كتير تمام، يعني مش عايزه الفا كيتو جلوتاريت كتير، يحصل انهبيشن للتفاعل. تمام. طيب لو انا بقى عندي جي دي بي وجي واي دي بي كتير، معنى كده ان ايه؟ مفيش انرجي، ما انا مش هستخدم دول كانرجي، فدول الوستريك اكتيفيتورز. طبعا الوستريك طبعا انتوا اخدتوها السنه اللي فاتت برضو معانا في الريجوليشن بتاع الانزيمز. ان الريجوليشن بتاع الانزيمز كنا بنقسمه لو انتوا فاكرين للونج تيرم، ده كان على مستوى الايه؟ السنسز او الاكسبريشن من بتاع البروتين اصلا. تمام. وكان في شورت تيرم، الشورت تيرم كان كوفيلنت والوستريك. تمام. كوفيلنت دي كانت الفوسفوريليشن، دي فوسفوريليشن، والالوستريك كان بيبقى ان الانزيم عنده اذر سايت غير الاكتيف سايت بيمسك فيه موديليتورز، يعني اكتيفيتور يا انهبيتور، ويتحكموا ايه او يعملوا ريجوليشن للانزيم. لان كلمه الوستريك اصلا الو دي كان معناها ايه؟ اذر، وستيرك دي يعني ايه؟ سايت. تمام. يبقى الوستريك يعني اذر سايت، اذر سايت بيمسك فيه الاكتيفيتور او الانهبيتور ويبداوا ايه؟ يتحكموا او يحصل يعملوا ريجيليشن الانزيم بتاعي دي. بس ايه عشان افكركم يعني. تمام. يبقى احنا التفاعل ده بتاع جلوتاميد دي هيدروجينيز المفروض ان الاهميه القصوى يعني ليه او موستلي ايه الاتجاه بتاعه، ان انا عندي جلوتاميد كتير قوي نتيجه الديجراديشن بتاع الايه؟ الامينو اسيدز. تمام. الامينو اسيدز دي نقلت الامينو جروب بتاعتها الالفا كيتو جلوتاريت عشان تعمل جلوتاميت، لان الجلوتاميت هو اسهل امينو اسيد يحصل له التفاعل ده. تمام. طيب هل في اوكسيداتيف دي امينيشن لبقيه الامينو اسيدز؟ اه، بس الانزيم بتاعها عنده لو اكتيفيتي، لكن الجلوتاميت دي هيدروجينيز ده هاي الاكتيفيتي بتاعته، هاي ووايدلي ديستريبيوتد. تمام كده. فعلشان كده الاسهل على الجسم ان هو يعمل كولكشن للامينو جروبس في الجلوتاميت، وبعدين يحصل للجلوتاميت بعد كده ايه؟ اوكسيداتيف دي امينيشن. تمام. طيب لو انا بقى عندي انرجي ليفل كويس جدا في الجسم، خلاص هنوقف بقى ايه التفاعل شويه، بحيث ان الايه الالفا كيتو جلوتاريت ده احنا مش محتاجين، هو بيدخل في الايه في الكريبس سايكل يعني. تمام كده. طيب في بقى معلومة برضو كده تعرفوها، ان من واحنا بنقول كده ان ترانس امينيشن فولود باي اوكسيداتيف دي امينيشن، يبقى تقريبا كده ايه العمليتين موستلي مرتبطين جدا ببعض، التو رياكشنز يعني اللي هي الترانس امينيشن والاوكسيداتيف دي امينيشن، فبنسمي الجزئين دول كده مع بعض ترانس دي امينيشن. ان هو حصل الميجوريتي طبعا زي ما مكتوب كده ان حصل ايه، حصل ترانس امينيشن فولود باي سبسيكوينت ايه دي امينيشن، فبنسمي الاثنين مع بعض كده ايه ترانس دي امينيشن. تمام كده. اهو الجمله اللي انا قلت لكم عليها نحفظها، هتلاقوها بقى مكرره معانا في بقيه المحاضره. ترانس امينيشن اوكسيداتيف دي امينيشن يوريا فورميشن. تمام. فاحنا بنسمي الترانس امينيشن مع الاوكسيداتيف دي امينيشن ده ترانس دي امينيشن. تمام كده. طيب احنا قلنا بقى ان في ماينور باث ويز للايه او ماينور انزيمز يعني للاوكسيداتيف دي امينيشن. احنا قلنا الميجور انزيم اللي هو الجلوتاميت دي هيدروجينيز. تمام. واتكلمنا عنه خلاص. في ماينور بقى اللي هي تشتغل على ايه؟ احنا قلنا الميجور ان الامينو اسيدز كلها ايه تدي الامينو جروب بتاعتها ترانسفير بالترانس امينيشن الالفا كيتو جلوتاريت، ويحصل كولكشن او فانلينج للامينو جروبس كلها ايه في صوره الجلوتاميد ده. تمام. طيب في برضو عادي جدا لو ما كونش جلوتاميد امين او انزيم مخصوص لباقي الامينو اسيدز اللي احنا اتفقنا كلها بتبقى في الجسم ال امينو اسيدز، بيعمل عليهم الايه الرياكشن اللي هو بتاع الاوكسيداتيف دي امينيشن ده، اسمه الا امينو اسيد اوكسيديز. يبقى ده يشتغل على اي امينو اسيد ما عدا طبعا الجلوتاميت، ده له بقى بتاعه مخصوص اللي هو الجلوتاميت دي هيدروجينيز. برضه الجلوتاميت دي هيدروجينيز اسمه ال جلوتاميت دي هيدروجينيز، ما احنا متفقين ان اي امينو اسيد في جسمي ال. تمام. طيب وفي برضه امينو اسيد انزيم اوكسيديز، اوكسيديز يبقى بيعمل ايه اوكسيديشن. تمام. في الاوكسيداتيف دي امينيشن يعني انزيم تاني اسمه ايه دي امينو اسيد اوكسيديز، وده يشتغل على الدي امينو اسيدز اللي احنا اتفقنا ان احنا بس بناخدها ايه في الدايت. تمام. او بيشتغل على الدي امينو اسيدز بقى، يبقى ده في ايه
في البكتيريا والاذر اورجانيزمز مش في جسمنا، لكن لو في هيومن السورس اوف امينو اسيد ايه؟ البلانت دايت. تمام، لكن دول ماينور انزيمز يعني ما بيشتغلوش كتير زي الاساسي اللي هو الايه؟ جلوتاميد دي هيدروجينيز. تمام، اتفقنا. ما دام احنا في اوكسيديتيف دي امينيشن، اوكسيديتيف يبقى يحصل اوكسيديشن يبقى يطلع هيدروجين، يبقى لازم هيدروجين كاريرز. دول الهيدروجين كاريرز بتاعتهم غير خالص الجلوتاميد دي هيدروجين. احنا قلنا الجلوتاميد دي هيدروجينيز يا اما ناد يا اما ناد بي، هنا هيختلف. تمام، مش لازم تحفظوهم خالص، يعني اعرفوا عنهم بس حاجه بسيطه قوي اللي هي الفلافو بروتينز، يعني انتوا عارفين اف ام ان والفات. تمام كده، تمام. السايت بتاعهم زي ما اتفقنا برضو موستلي ايه؟ في الليفر والكدني، ما هي اوكسيديتيف دي امينيش، بس هنا برضو ايه؟ بنزود البروكسيسوم. تمام، زي ما اتفقنا الاكتيفيتي بتاعتهم فيري لو، فيري لو، وبلاي ماينور رول في الامينو اسيد كاتابوليز، لان الرول الاساسي لمين؟ الجلوتاميد دي هيدروجينيز دي. بس خدوا فكره يعني عنهم كده علشان ايه؟ تبقوا عارفين ان في اذر اوكسيديتيف دي امينيشن رياكشنز بط ايه؟ ماينور رول. تمام، قلنا الكلام ده خالص. طيب احنا كده وصلنا بقى ان احنا ايه؟ عندنا الامينو جروب اتجمعت على الجلوتاميت، وبعدين حصل للجلوتاميت ده ايه؟ اوكسيديتيف دي امينيشن. كل ده انا لسه في التشو. تمام، زي ما قلت لك الجلوتاميت دي هيدروجينيز ده موجود في الميتوكوندريا، انا كده كل ده لسه ايه؟ انترا سيلولار، ما طلعتش خالص للبلد. تمام، نتيجه ان الجلوتاميت حصل له اوكسيديتيف دي امينيشن خرجنا ايه؟ امونيا والفا كيتو جلوتاريت، كل ده انا لسه في السيل. تمام كده، طيب انا المفروض ان طبعا موستلي ان الليفر اللي حصل اوكسيديتيف دي امينيشن ده، بس طبعا بتحصل زي ما قلنا ايه؟ جلوتاميد هيدروجينيز موجود في كل الوايدلي ديستريبيوتد في التيشوز. تمام. طيب الامونيا بقى اللي طلعت نتيجه الاوكسيديتيف دي امينيشن في الاذر تيشوز غير الليفر اللي احنا بنسميها اكسترا هيباتيك تيشوز، دي هتوصل للليفر ازاي؟ هل ينفع ان الفري امونيا اللي طلعت من الاوكسيديتيف دي امينيشن اوف الامينو اسيدز او نتيجه يعني البريك داون اوف الامينو اسيد تمشي بكل سهوله كده في البلاط تروح الليفر؟ لا طبعا، الفري امونيا دي هايلي توكسيك زي ما اتفقنا، وهايلي ديفيوزابل، يعني لو مشيت كده في البلاط دي جاز. تمام، ان اتش 3 هتدخل على طول في الايه؟ في الـ في الـ عن طريق يعني البلاد برين بارير للايه؟ للبرين على طول، هايلي ديفيوزابل. تمام، وهايلي توكسيك. تمام، هنعرف تأثيرها ايه لما نيجي ان شاء الله نتناقش مع بعض في الهايبر امونيمي. تمام، يبقى ما ينفعش الامونيا اللي خرجت من البريك داون اوف الامينو اسيدز في اي تشو غير الليفر ايه؟ تمشي في البلاط كده وتروح للليفر. يا ليه لازم تروح الليفر؟ عشان الليفر هو المكان الوحيد اللي هيحولها ليوريا. اليوريا دي هي الايه؟ السيف والنيوترال كومباوند اللي ممكن ايه؟ اكسكريتد في اليورين من غير ما يعمل مشاكل في الجسم. تمام، بنكونها من الامونيا وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل. طيب يبقى كده الليفر لازم يستلم الامونيا اللي خرجت في التيشوز من الديجراديشن بتاع الامينو اسيدز دي في صوره تانية غير ان هو يستلمها فري امونيا كده. تمام، طيب هيستلمها ازاي بقى؟ هيستلمها من الاكسترا هيباتيك تيشوز كلها في صوره جلوتامين، بس المصل، ما هي المصلز من ضمن الاكسترا هيباتيك تيشوز. اكسترا هيباتيك تيشوز يعني اي تيشو غير الليفر. الليفر طبعا اسمه هيباتيك، واكسترا هيباتيك يبقى اي تيشو غير الليفر. الليفر هيستلم بقى الفري امونيا عشان يحولها ليوريا من التيشوز في صوره ايه؟ هيستلمها في صوره جلوتامين، والمصل لها وضع خاص شويه لانه هيستلمها منها في صوره الانين، وهنعرف ايه؟ ايه الفايده ان هو استلم من المصل في صوره انانين، لان كده هيبقى استفاد ايه؟ استفاده تانية ان هو استلم الامونيا في المصل من المصل في صوره الانين. طيب نتكلم الاول عن الايه؟ الموست بريفرال تيشوز، ونسيب الايه؟ البريفرال او اكسترا هيباتيك، يعني نسيب المصل شويه ايه دلوقتي على جنب لوحدها. تمام، طيب انا عندي هنا اهو دي الايه؟ الامونيا اللي خرجت من في التيشوز. تمام، اللي هي الاكسترا هيباتيك تيشوز، خلاص حصل ديجراديشن وحصل ريموفال ومشينا بالخطوات ترانس امينيشن اوكسيديتيف دي امينيشن، المهم في الاخر طلع لي فري امونيا في الاكسترا هيباتيك تيشوز دي. زي ما قلت لكم الفري امونيا دي حلها ايه؟ ان هي هتروح الليفر، لازم تروح الليفر عشان هو المكان الوحيد لتصنيع اليوريا من الامونيا، فلازم تروح الليفر، هو ده حلها الوحيد. طيب هتروح الليفر ازاي؟ زي ما اتفقنا برضو ما ينفعش فري امونيا تمشي كده في البلاد بهاي ليفلز خالص. ليه؟ هايلي توكسيك، هايلي ديفيوزابل على السي ان اس على طول. تمام، فايه الحل بقى؟
ان التيشوز دي اللي هي الاكسترا هيباتيك تيشوز، تمام، هتعمل ايه؟ في انزيم اسمه جلوتامين سنسيتيز. جلوتامين سنسيتيز يعني هيكون جلوتامين، وسنسيتيز يعني احنا قلنا اي انزيم بيعمل سنسز وبيحتاج اي تي بي بنسميه سنسيتيز، تمام. طيب الجلوتامين سنسيتيز ده هيعمل ايه؟ هيحمل الامونيا على الجلوتامات فهيكون اسمه ايه؟ جلوتامين، تمام، هيكون جلوتامين، تمام. يبقى ادي الامونيا مع الجلوتامات. الجلوتامين طبعا انت مش مطلوب فورميلا بس عشان بس ايه نفهم الدنيا ماشيه ازاي يعني، تمام. الجلوتاميت ده كان داي كربوكسيليك امينو اسيد اهو، في سي او او وفي سي او او. طبعا هي سي او اتش او سي او او بالنسبه لكم تمام عادي، بس برضه انتوا كنتوا واخدين ان الامينو اسيد بيبقى ايه موجود في الشكل ده في يعني في الجسم، تمام، بيبقى سي او او كده ايونايزد، والايه والان اتش 3 برضه ايونايزد، تمام. طيب يبقى في شحنه يعني، تمام، يبقى ده الجلوتاميت داي كربوكسيليك، تمام. هياخد الان اتش 3 هتمسك ايه في الكربوكسيليك جروب، تمام كده اهي، وتعمل بوند. البوند دي لها اسم يعني خلاص عشان ما لخبطكوش دلوقتي. المهم ان ده كده اسمه جلوتامين، يعني بعد ما كان جلوتاميك اسيد او جلوتاميت بقى اسمه جلوتامين. ليه؟ عشان ما هو في امينو جروب فبقى اسمه جلوتامين، تمام. طيب دي نون بيبتايد بوند على فكرة، عشان كده ايه احنا ما سميناهوش مثلا ان هو كده بقى بيزك بقى جلوتاميت وبتاع، تمام، عشان برضو ايه لو حد يعني يفكر فيه. خلاص المهم في الاخر ان التيشوز غير الليفر طالع منها امونيا من الديجراديشن بتاع الامينو اسيد، ما ينفعش الامونيا دي تسلمها للليفر عشان يكون منها يوريا، ما ينفعش تسلمها له عن طريق البلاد، فهتخبيها او هتحملها على جلوتاميت، فهيبقى الجلوتاميت بعد ما يشيل امونيا بقى اسمه ايه؟ جلوتامين، تمام. الجلوتامين ده ينفع بقى يمشي في البلاد عادي، تمام كده، ويروح للليفر. الليفر اكيد هيكسره عشان ياخد منه الفري امونيا ويحولها اليوريا. خلاص كده يبقى كده عرفنا ايه في الاكسترا هيباتيك تيشوز. طيب المصل بقى لها وضع معين. ليه وضع معين؟ المصل بتتميز ان فيها بايروفيت كتير قوي. بايروفيت ده كان جاي منين؟ من في المصل. تعرفين المصل بيحصل فيها ايه؟ انيروبيك جلايكوليسيس كتير قوي، تمام كده، وكان ايه كان بيحصل فيها، طيب علشان ما نتلخبطش، بيحصل فيها جلايكوليسيس كتير وكان بيطلع منه بايروفيت كتير قوي، تمام كده. وطبعا مع المجهود يعني كل ما الماسكول اكسرسايز يزيد الاكسجين هيقل للمصل، فالانيروبيك جلايكوليسيس ايه بيزيد، فيبقى عندي فيه بايروفيت كتير قوي، تمام. طيب الجسم بيستفاد من وجود البايروفيت ده ان هو كمان ممكن ايه لما يبعت الفري امونيا للليفر، تمام، يستفيد كمان ان هو يكون ايه جلوكوز في الليفر بالمره من البايروفيت اللي هيجيله من المصل ده، تمام. طيب هنشوف ازاي بقى. طيب المصل زي ما اتفقنا في الاكسترا هيباتيك تيشوز فيها امينو اسيد هيحصل لها ديجراديشن، تمام، هتطلع لي ان اتش 3. المصل على فكره مسؤوليه كبيره عن تكسير البرانشد تشين امينو اسيدز، اعرفوا برضو المعلومه دي، تمام. مهم تكسير امينو اسيدز في المصل هيطلع لي امونيا، تمام كده. الامونيا دي المصل هتشيلها على ايه؟ على الفا كيتو جلوتاريت، تمام كده، وتكون جلوتاميت. يبقى ال NH3 اللي طالع من الديجراديشن بتاع الامينو اسيدز في المصل هتتحمل على الالفا كيتو جلوتاريت، فنتيجه كده هيتكون جلوتاميت، تمام. ده اللي ايه التفاعل اللي احنا لسه واخدين دلوقتي، الانزيم اسمه ايه؟ جلوتاميت دي هيدروجينيز، مش كان ريفيرسيبل ان الامونيا لو اتحدت مع الالفا كيتو جلوتاريت يتكون جلوتاميت، تمام. طيب الميزه بقى اللي في المصل فيها بايروفيت كتير، فيدخل بايروفيت في ترانس امينيشن، يبقى البايروفيت يتحول لالانين والجلوتاميت يتحول لايه؟ لالفا كيتو جلوتاريت تاني. يبقى انا كده عملت ريجينيريشن للالفا كيتو جلوتاريت اللي موجود في المصل، تمام. طيب الالانين ده بقى كده هو اللي ايه هيروح للليفر يسلمه الايه ال NH3 بتاعت المصل دي. يبقى تاني في المصل الامينو اسيد ديجراديشن طلعت لي امونيا، تمام. الامونيا دي هتتحمل على او تتحد مع الالفا كيتو جلوتاريت بالجلوتاميت دي هيدروجينيز لانه كان ريفيرسيبل رياكشن، يكون لي جلوتاميت. جلوتاميت مع البايروفيت يحصل ترانس امينيشن بالايه ال تي، تمام. طيب هيعمل ايه بقى؟ هيعمل الانين، تمام كده. يبقى ده ترانس امينيشن رياكشن، خلاص كده هيطلع ايه؟ هيطلع الانين، خلاص. والالانين هيروح فين؟ هيروح للليفر يسلمه الايه الامونيا دي، تمام كده.
فايدة بقى الجلوكوز ألانين سايكل دي ايه؟ هنقول بقى تكملة السايكل دلوقتي. احنا قلنا الايه، ادي المصل فيها بيروفيت كتير جاي من الـ من الانيروبيك جلايكوليسيس، تمام كده. طيب الامينو هنا الجزء اللي مش مرسوم، ان الامينو جروبز الامينو جروب اللي جايه من الامينو اسيد ديجراديشن في المصل اتحد مع الالفا كيتو جلوتاريت يتكون جلوتاميت بالايه، بالجلوتاميت دي هيدروجينيز، تمام كده. طيب بعد كده الجلوتاميت مع البيروفيت يحصل لهم ترانس امينيشن، تمام، يدينا فين؟ يدينا الانين. خلاص الالانين ده اللي هيمشي بقى في البلاط شايل الامينو جروب اللي طالعه من المصل، تمام. هيروح الليفر، الالانين يحصل له ايه؟ الانزيم بقى اللي موجود يعني بنسبه كبيره جدا في الليفر، ويعتبر عشان هو موجود يعني هاي كونسنتريشن في الليفر بس، هو هنا ما يعني موجود نسبه صغيره جدا جدا في المصل، بتعمل التفاعل ده على قد التفاعل، فحتى لو حصل ماسكولار دامج مش هيدينا هاي كونسنتريشن ديتكتد يعني في البلد. فانتوا اللي يثبت يعني اساسي الهاي كونسنتريشن في ايه اللي تي في البلد منين؟ من ليفر دامج، تمام، عشان بس ايه ما تلخبطوش نفسكم يعني بالموضوع ده، انتوا مش عايزين تقولوه هنا خالص وتعرفوا ان حصل ترانس امينيشن، تمام يعني. خلاص المهم الالانين شايل الامينو جروب اللي طلعت من الامينو اسيد ديجراديشن المصل راح للليفر. طيب عايز استفيد بقى منه على من وجود بيروفيت، ان هو بيتحول لبيروفيت، بحول الانين لبيروفيت بايه؟ الانين الفا امينو اسيد بيروفيت الكورسبوندنج الفا كيتو اسيد، بيتحول بايه؟ بالترانس امينيشن، تمام. طيب يديني ايه بقى؟ يديني بيروفيت، تمام. يبقى انا هنا كده هستغل بقى البيروفيت ده في ايه؟ الليفر كان سايت اوف ايه؟ اوف جلوكونيوجينيسيس، تمام. فانا هنا هستفيد كمان ان انا هعمل ايه؟ هعمل جلوكوز من البيروفيت واستخدمه كسورس اوف انرجي، لان انا هنا في امينو اسيد ديجراديشن، يعني انا في حاله ايه؟ في حاله فاستنج، فمحتاجه برضو ايه؟ انرجي، تمام. يبقى انا المهم يعني استفدت بقى هنا كمان من وجود بيروفيت ان انا عملت منه ايه؟ جلوكوز، تمام كده. وفي نفس الوقت خرجت الايه؟ خرجت الامينو جروب في صوره ايه؟ يوريا، اللي هو ما دام انا في الليفر يبقى ده السايت اوف ايه؟ يوريا فورميشن، تمام. طيب انا كده تاني عشان بس يعني اكيد تهتوا مني. طيب الليفر كده استلم الامونيا من التيشوز في صوره ايه؟ في صوره موست تيشوز، سلمتها له في صوره جلوتامين. ان الاكسترا هيباتيك تيشوز دي، خلينا نحط المصل على جنب زي ما احنا متفقين، عملت ايه؟ الامونيا اللي طلعت منها من الديجراديشن او الاكسيداتيف دي امينيشن بتاعت الجلوتامين، تمام كده، عملت او اي يعني دي امينيشن لاي امينو اسيد، المهم طلعت امونيا في الايه؟ في الاكسترا هيباتيك تيشوز، سواء بالميجور اوكسيداتيف دي امينيشن رياكشن او الماينور رياكشن، المهم طلعت لي امونيا في الاكسترا هيباتيك تيش. هتعمل ايه؟ الامونيا دي ما ينفعش تمشي في البلاط فري، فهتشيلها على الجلوتاميت، تمام كده، في وجود انزيم اسمه جلوتامين سنسيتيز بيحتاج اي تي بي يكون جلوتامين. الجلوتامين ده يمشي في البلاط عادي، يروح للليفر، الليفر يكسره بانزيم بقى العكس، عكس جلوتامين سنسيتيز يبقى اسمه جلوتامينيز، تمام، يكسره تاني لجلوتاميت وامونيا، والامونيا تمام هيحولها لايه؟ اليوريا، اللي هي الايه؟ اليوريا فورميشن، المكان الوحيد بتاعها في الليفر. خلاص طيب المصل هتبعت الامونيا اللي خرجت من الديجراديشن اوف امينو اسيدز بتاعتها ازاي للليفر؟ هتبعتها ازاي؟ هتبعتها من اللي في صوره الانين. ليه؟ علشان حدوث الالانين او جلوكوز الانين سايكل ده هيدينا ميزه زياده ان احنا ممكن نكون كمان ايه؟ جلوكوز كسورس اوف انرجي في الوقت ده، تمام كده. ازاي بقى؟ ان الامينو اسيدز من للبرانش تشين امينو اسيد، لان المصل مسؤول عن تكسيرهم، هيحصل بريك داون للامينو اسيدز دي، دي امينيشن يطلع لي الامونيا، تمام كده. الامونيا تتحد مع الفا كيتو جلوتاريت، تمام، يكون لي جلوتاميت اللي هو الايه؟ ريفرسبل رياكشن بالجلوتاميت دي هيدروجينيت. جلوتاميت مع بيروفيت ترانس امينيشن يديني الانين، الانين ده يروح للايه؟ للليفر، تمام، يحصل له ايه؟ ترانس امينيشن، هينتج عني ايه؟ عنه ايه؟ بيروفيت، وينتج عنه جلوتامين. طيب البيروفيت هيتعمل منه ايه؟ الجلوكوز، تمام كده، والجلوتامين هيحصل له الجلوتامين دي هيدروجينيز، فيديني ايه؟ لايبريشن اوف فري امونيا اللي هي تتحول ايه؟ ليوري، تمام. يبقى كده الليفر استلم عندي جلوتامين من موست اكسترا هيباتيك تيشوز، تمام، وحوله لي اهو، ده رقم واحد اهو.
الليفر استلم جلوتامين اهو من الاكسترا هيباتيك تيشوز معظمها، تمام، بالجلوتامينيز حوله لي لايه؟ لجلوتاميت، وخلاص طلعت ال NH3 اللي هي لازم هتتحول ليوريا. خلاص تاني حاجة استلم اهو الانين منين؟ من المصري، تمام، حوله لي البيروفيت، استفدت منه ان صنعته جلوكوز، وحوله لي ايه كمان؟ لجلوتاميت، بالجلوتاميت دي هيدروجينيز هيدينا ال NH3، تمام. طيب اي بقى جلوتاميت في الليفر، تمام كده، هيحصل له ايه؟ الليفر اصلا هو المكان الاساسي للدي اوكسيداتيف ديامينيشن اللي موجود فيه الجلوتاميت دي هيدروجينيز كتير، فاي امينو امونيا طالعه يعني في الليفر هيحصل لها ايه؟ ما هو في نفس مكان تكوين اليوريا، خلاص، فده التشو اصلا اللي ريسبونسبل عن الايه؟ تحويل الامونيا اليوريا، تمام. يبقى عرفنا كده الايه في الليفر بقى، جاي له جلوتامين، جاي له الانين، وهو الجلوتاميت بتاعه طلع منهم ايه؟ فري ان اتش 3 علشان ايه؟ يتخلص منها بقى عن طريق الايه؟ اليوريا، لان ال ان اتش 3 دي هايلي توكسيك، واليوريا ايه؟ واليوريا نون توكسيك، وممكن عادي تمشي في البلاد وتروح للكيدني واكسكريتد فين؟ في اليوريا. دي التجميع اهي اللي احنا قلناه، ادي الليفر اهو، تمام، هيستلم ايه؟ جلوتامين من موست تيشوز، هيستلم الانين من المصل ويلف في سايكل، فنسميها الانين جلوكوز الانين سايكل، تمام كده. الليفر نفسه هيتخلص من الجلوتامين اللي جايله ده ازاي؟ بالجلوتامينيز يدينا فري اموني، تمام كده. هيتخلص من الالانين ازاي؟ احنا قلنا ده يدخل في ايه؟ في سايكل، وبرده البيروفيت بالترانسفورميشن هيدينا فري اموني. طيب الجلوتاميت اللي في الليفر بالاوكسيداتيف ديامينيشن هيدينا فري اموني. ايا كان الفري امونيا في الليفر بقى جات له بقى من هيباتيك تيشو نفسه، او من الاكسترا هيباتيك تيشوز، سواء الموست تيشوز او المصل بالحاجه المعينه ليها يعني اللي احنا قلناها والمميزه ليها. اي فري امونيا في الليفر لازم هتتحول ليوري، والليفر هو المكان الوحيد لتكوين اليوري، تمام كده. تمام، وصلنا بقى لاخر حاجه في المحاضره، لان زي ما قلت لكم اخر نقطه خالص دي ميتابوليزم اوف امونيا، انتوا ان شاء الله هتحضروها وايه نتناقش فيها في الاوفيس اورز ان شاء الله، وهي جزء بسيط قوي ومعتمد كله على فهمكم لبقيه المحاضره. يعني اتكلم بقى دلوقتي عن اليوريا سايكل. اتفقنا بقى ان اي امونيا لازم تروح للليفر، تمام، ايا كان رايحه له بقى في صوره ايه، لان هي احنا اتفقنا ما ينفعش تمشي فري امونيا كده في البلاد بهاي كونسنتريشن، تمام. طيب هتروح للليفر عشان ايه؟ عشان الليفر هو الاونلي سايت اوف ايه؟ كونفرجن اوف الفري امونيا تو يوريا. بحول الامونيا اليوريا ليه؟ لانه هايلي توكسيك، هايلي ديفيوزبل، وايه؟ وهايلي توكسيك بالذات للايه؟ للسي ان اس. لكن اليوريا نون توكسيك ويحصل لها عادي اكسكريشن ايه؟ في اليورين سيفلي، تمام. طيب اليوريا سايكل دي احنا هنتعامل معاها هي ايه؟ باث واي، تمام، باث واي اللي هو فورميشن اوف يوريا فروم امونيا اللي طالعه منين؟ من الديجراديشن او الكاتابوليزم بتاع الايه؟ الامينو اسيدز، تمام. انا كنت اتفقت معاكم في محاضره الجلايكوليسيس بتاع السنه اللي فاتت، كان ده اول باث واي تاخدوه، وانا اتفقت معاكم ان اي باث واي لازم اكون عارفه الايتمز دي فيه، اكون عارفه الديفينيشن بتاعه، اكون عارفه بيحصل في ويتش فيد ستيت، اكون عارفه بيحصل فين على مستوى السيل وجوه السيل، يعني على مستوى التشو بيحصل في اي تشو وفي اي مكان كمان في التشو، ابقى عارفه الستبس. طبعا انتوا مش مطالبين بفورميلا بس مطالبين بالستبس، تمام، بعرفه السيجنيفيكانس بتاع الباث واي ايه، وابقى عارفه ايه الريجيليشن بتاعه. هنمشي برضو على الايتمز دي في اليوريا سايكل، تمام. الديفينيشن هي هتديني الامبورتنس، وهو زي ما احنا قلنا اليوريا دي هي البرنسيبال باث واي اوف الايه؟ ديسبوزال اوف الفري امونيا من اللي خارجه يعني من الكاتابوليزم بتاع الايه؟ الامينو اسيدز. ليه بحول الامونيا اليوريا؟ لان الايه؟ اليوريا دي نيوترال ونون توكسيك، فتقدر يحصل لها ايه؟ اكسكريشن عادي في اليوريا، تمام. طيب بيحصل بقى تكوين لليوريا في اي فيد ستيت؟ هو الجمله طبعا اللي انتوا تعرفوها المهمه جدا، ان ما دام في اي امينو اسيدز زايده عن حاجه الجسم في التكوين يعني في البايوسينسز زي ما احنا متفقين، لازم يحصل لها ديجراديشن، وما دام حصل ديجراديشن الامينو اسيدز يبقى هتخرج امونيا، وما دام خرجت امونيا يبقى لازم تحول ليوريا.
باليوريا سايكل دي اكتف طول ما في بروتين ديجراديشن، تمام؟ سواء بقى انا واخده هاي بروتين دايت، يعني انا لسه واكله بروتين دايت اهو، او زي ما احنا قلنا ايه في تكسير البروتين الكتير في حالات الهايبر كاتابوليك ستيتس زي الستارفيشن زي الانجري زي الكرونيك ديزيز زي التروما، كل الكلام ده. يبقى انا اللي انا اعرفه ايه اليوريا سايكل دي بتحصل في الفيد ستيت ولا الفاستنج؟ يبقى الاجابه بتاعتي تكون ايه، بتحصل ما دام في تكسير للامينو اسيد، ما دام في امينو اسيد ديجراديشن يبقى لازم يوريا فورميشن، تمام كده؟ طيب السايت بتحصل فين؟ قلنا اونلي ذا ليفر هو اللي فيه كل الانزيمز اللي بتاعت اليوريا سايكل، يعني الليفر هو المكان الوحيد اللي ايه لتصنيع اليوريا من الفري امونيا، تمام كده؟ طب يحصل فين بقى في الليفر؟ اول خطوتين في اليوريا سايكل هيحصلوا في الميتوكوندريا، وبعدين الباقي هيحصل في السيتوبلازم. فبنقول ايه بارتلي، يعني بارت في الميتوكوندريا والاذر بارت بيبقى فين؟ في السيتوبلازم. طيب اليوريا سايكل بقى دي عباره عن ايه؟ هي 5 ستيب رياكشنز، تمام كده؟ كل ستيب لها انزيم ولازم نحفظه، تمام كده؟ يبقى هي سيريس اوف 5 انزيماتيك ايه رياكشن، هيبقى عندي داخل الفري امونيا اللي انا عايزه اتخلص منها، وفي الاخر ايه تطلع في صوره يوريا هي اكسكريتد ان يورين، والسايكل ايه شغاله تاني، تمام؟ هنعرف برضو من اليوريا سايكل دي ان الامينو اسيدز، في امينو اسيدز مهمه قوي 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 علشان اليوريا سايكل تشتغل، من ضمنهم الاسبارتيت اللي احنا ايه قلنا في الاي اس تي رياكشن، ده الترانس امينيشن رياكشن اللي ماشي عكس الرولز، يعني مش ماشي في اتجاه الجلوتاميت اكتر، لا هو ماشي في اتجاه الاسبارتيت، عشان الاسبارتيت مهم قوي برضو في الكاتابوليزم بتاع الامينو اسيد. ازاي؟ عن طريق ان هو ايه مهم جدا او امبورتنت انترميديت فين في اليوريا سايكل، تمام؟ طيب ادي عندي دي الهيباتوسايت زي ما اتفقنا، ده السايت اللي هو الليفر، دي الميتوكوندريا اهي، وده الايه ده السيتوبلازم، تمام؟ طيب اول حاجه ادي الفري امونيا جت خلاص للليفر، وصلت للليفر، تمام؟ ايا كان بقى ايه جايه له، من جلوتامين ولا في صوره الانين ولا الجلوتاميت اللي موجود في الليفر، تمام؟ خرجنا منه فري امونيا، هتتحد مع السي او 2، تمام كده؟ السي او 2 ده جاي منين؟ جاي من اليوريا سايكل، تمام كده؟ سوري، جاي من الكريبس سايكل. جاي منين؟ جاي من الكريبس سايكل. شو الكريبس سايكل دي كان كومبليت اوكسيديشن للاستايل كو اي في الاخر خالص، يدينا سي او 2 و اتش 2 او، بس سي او 2 في السيل جاي لي منين؟ من الكريبس سايكل اللي هي التراي كربوكسيليك اسيد سايكل، تمام؟ طيب الامونيا اتحد مع السي او 2 في وجود انزيم بقى اللي هو الريت ليميتنج انزيم، ريت ليميتنج انزيم اللي هو الكي ستيب، يعني ده التفاعل، ده التفاعل بقى اللي ايه الريت ليميتنج او الكوميتد ستيب او الكي انزيم اللي هيحصل عنده ريجوليشن. اسمه ايه الانزيم ده؟ كاربامويل فوسفيت سنسيتيز 1، كاربامويل فوسفيت سنسيتيز 1. ما دام قلت 1 يبقى في 2، لازم اقول 1 عشان في 2 في مكان تاني هنبقى ناخده بعدين ان شاء الله. يبقى ده كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1، من اسمه يبقى هيكون لي برودكت اسمه كربامويل فوسفيت سنسيتيز، يبقى لازم محتاج ايه اي تي بي، تمام؟ كم اي تي بي؟ محتاج 2، واحد بيستخدمه في الفوسفوريليشن والتاني ايه الانرجي، تمام كده؟ المهم يعني ان الخطوه دي محتاجه 2 اي تي بي، تمام؟ هيطلع لي البرودكت اسمه ايه كربامويل فوسفيت، تمام؟ كربامويل فوسفيت. نبدا الخطوه الثانيه باتحاده مع ايه؟ مع اورنيثين اهو. يبقى الخطوه الثانيه كربامويل فوسفيت زائد اورنيثين يدينا ايه بقى؟ سيتريولين بانزيم اسمه ايه؟ اورنيثين ترانس كربامويليز. اورنيثين عشان اهو من ضمن يعني واخد اورنيثين ترانس كربامويليز، تراني عمل ترانسفير الاورنيثين على الكربامويل اللي احنا لسه مكونينه وطلع الفوسفيت، تمام؟ يبقى الكربامويل فوسفيت هاخد منه بس الكربامويل والاورنيثين مع بعض هيكونوا لي سيتريولين، انزيم اسمه ايه؟ اورنيثين ترانس كربامويليز، عمل ترانسفير للاورنيثين مع الايه؟ على الكربامويل، خلاص؟ وطلعنا فوسفيت. سيتريولين بقى خلاص يطلع الايه؟ السيتوبلازم، يتحد مع اسبارتيت، تمام؟ بانزيم اسمه ايه؟ ارجينينو ساكسينيت سنسيتيز، يبقى هيكون البرودكت اللي بعد كده اسمه ايه؟ ارجينينو ساكسينيت، تمام؟ سنسيتيز ليه؟ لانه محتاج اي تي بي، اي تي بي هنا برضو هعتبره 2 اي تي بي لانه بيتكسر لاي ام بي وبايروفوسفيت،
اي رياكشن بيحتاج اي تي بي وبيكسر الام بي وبايروفوسفيت بنعتبره 2 اي تي بي، تمام كده؟ يبقى انا في 2 اي تي بي فوق وفي هنا ايه 2 اي تي بي، تمام. المهم يكون الايه الارجينين، الارجينين وساكسينين، تمام. بعد كده بالارجينين وساكسينيت لايز، تمام، او له اسم تاني ارجينين وساكسينيز. المهم ان هو هيكسر ده، يعني يعمل ري ارينجمنت للارجينين وساكسينيت ده، ليه بقى يكسر لارجينين وفيوماريت، تمام. الارجينين بعد كده اخر خطوه خلاص، اخر انزيم اللي هو الارجينيز، يكسر برضو الارجينين ده بقى اللي هيخرج الايه الامون اليوريا، تمام، وخلاص هيبقى اورنيثين ويكمل السايكل تاني، تمام كده. واليوريا خلاص اكسكريتد ايه في اليورين، تمام. طيب هنقولها بسرعه ونقول شويه ملاحظات. اول حاجه الفري امونيا مع السي او 2 اللي جاي من كريبس سايكل بالكربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 كون لي كربامويل فوسفيت. طيب ده الريت ليميتنج انزيم بيحتاج اي تي بي، تمام، عشان كده اسمه سنسيتيز، تمام كده. الملحوظه اللي هنزودها هنا ان هو بيحصل له اكتيفيشن، الوستريك اكتيفيشن بسبستنس اسمها ايه ان اسيتايل جلوتاميت، ان اسيتايل جلوتاميت، تمام كده. ده بيتكون في الجسم، تمام كده، وبيعمل اكتيفيشن للايه لل على حسب برضو البروتين دايت والكلام ده، بيعمل الوستريك اكتيفيشن للكربامويل فوسفيت سنسيتيز 1، تمام كده. طيب بعد كده تاني خطوه الكربامويل فوسفيت مع الاورنيثين بالانزيم التاني اللي اسمه اورنيثين ترانس كربامويليز، يطلع الفوسفيت، فالاورنيثين مع الكربامويل بارت ده هيبقى اسمه ستريولين. ستريولين يطلع للسيتوبلازم يتحد مع الاسبارتيت في وجود انزيم هيكون بقى اتحاد الاسبارتيت مع الستريولين، هيبقى اسمهم مع بعض ارجينين وساكسينيت. الانزيم اللي هيعمل ارجينين وساكسينيت ده اسمه ارجينين وساكسينيت سنسيتيز. ليه سنسيتيز؟ لانه احتاج اي تي بي، بنعتبرهم اتنين اي تي بي زي ما قلنا. طيب ملحوظه هنا الاسبارتيت ده جاي لي منين بقى؟ لسه قايلين بقى من تفاعل الايه الاسبارتيت ترانس امينيز اللي هو حول الاوكزالو اسيتيت لاسبارتيت، تمام. الاوكزالو اسيتيت اصلا ده سمعنا عنه بقى كتير قوي قوي في سايكل اللي هي الايه كريبس سايكل، تمام. الاوكزالو اسيتيت ده كان امبورتنت انترميديت في كريبس سايكل، فالاسبارتيت ده برضه يعتبر جاي منين؟ من كريبس سايكل. الجينين ساكسينيت هنكسره عشان يحصل له كده ري ارينجمنت، فيطلع ارجينين وفيوماريت. الفيوماريت ده هيروح فين؟ برضه سمعنا عنه في كريبس سايكل، يبقى ده هيروح الكريبس سايكل، تمام. طيب اللي هيكسر ارجينوساكسينيت اسمه ايه؟ ارجينينوساكسينيز او ارجينينوساكسينيت لايز. وخلاص الارجينين بقى ايه هو اللي هيطلع منه الايه اليوريا. اليوريا لو انتم ملاحظين عباره عن ايه ان اتش 2 سي او ان اتش 2 سي او، دي جايه منين؟ جايه من السي او 2، تمام كده. طيب الان اتش 2 واحده هتبقى جايه من الاسبارتيت اهي، تمام كده. واحدة جاية منين؟ طبعا أول واحدة الهدف الأساسي الفري أمونيا، فالفري أمونيا تخلصنا منها، ادتنا واحدة أمينو من اليوريا، بقيت الاستراكشر بتاع اليوريا سي أو جاية من السي أو 2، لأن اتش 2 التانية جاية منين؟ من الأسبارتيت. ده السورس يعني بتاع إيه كل أتوم كده في اليوريا، بس إيه تعرفوها يعني. طيب regulation of urea cycle، أهم حاجة زي ما قلت لكم تعرفوا إن الكي انزيم اللي هو الكربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 ده بيحصل له ده الريت ليميتنج ستيب، وبيحصل له اللوستريك اكتيفيشن بمادة اسمها ان استايل جلوتاميت. دي بتتكون في الجسم من اتحاد الاستايل كو اي مع الجلوتاميت عشان تعمل اكتيفيشن للايه للانزيم ده، واللي بيعمل لها يعني اكتيفيشن الفورميشن بتاعها الارجينين ده. يعني دي بس معلومه تبقوا عارفين يعني يعرفوها وخلاص، ولو مش ما تعرفوهاش مش مشكله يعني، مش مطالبين بيها، تمام كده. طيب ايه كمان اللي يعمل ريجوليشن اليوريا سايكل؟ زي ما خدنا قبل كده ان ممكن يحصل لونج تيرم ريجوليشن لاي باث واي عن طريق الايه التحكم في الايه في الاكسبريشن بتاع البرودكشن او البرودكشن يعني في انزيمز، بس ده يبقى لونج تيرم ريجوليشن. برضه السايكل يحصل لها ايه ريجوليشن بالايه بالسبستريت افيلابيلتي. لو كلت بروتين كتير فيبقى عندي امونيا فري امونيا كتير، فاليوريا سايكل تبقى هايلي اكتف، تمام كده. او حصل ايه هايبر كاتابوليك ستيت كتير، فبرضه نفس الكلام، ما دام في فري امونيا كتير يبقى ايه يبقى اليوريا سايكل تبقى هايلي اكتف، تمام كده.
وزي ما انتم شايفين برضو في ملحوظة على اليوريا سايكل ان وجود الامينو اسيدز مهمة قوي اليوريا سايكل، يعني الاورنيثين السيتريولين دول امينو اسيد ديريفاتيفز، الاسبارتيت تمام، الارجينين، يبقى الامينو اسيدز مهمة قوي علشان ايه اليوريا سايكل تشتغل تمام. فطبعا لو فيها اسينشال يبقى لازم اخدها فين في الاكل، فاهمين؟ يعني اليوريا سايكل محتاجه الامينو اسيد. دي ريليشن اهي ما بين اليوريا سايكل والكريبس سايكل. زي ما قلنا بناخد من اليوريا سايكل ثلاث حاجات، السي او 2 زي ما قلنا تمام، انا قلتها لكم بقى في الشرح على اليوريا سايكل نفسها، بناخد سي او 2، بناخد اوكسالو اسيتات نحوله لاسبارتيت بالاسبارتيت ترانس امينيز تمام كده، وبناخد اي تي بي، انا محتاجه 4 اي تي بي تمام. هتقروها في ليبن كود 3 اي تي بي، انتوا بقى فهمتوا يا جايه منين. اول 2 اي تي بي بتاع الكربامويل فوسفيت سنستيز 1، والاي تي بي الباقيه بتاعت الايه الارجينين وساكسينيت سنسيتيز، وقلنا ما دام بيتكسر لاي ام بي وبايروفوسفيت يبقى بنعتبره 2 تمام. طيب انا كده خدت من الكريبس سايكل سي او 2، خدت منها اي تي بي، خدت منها اوكسالو اسيتات على الايه اللي هيتحول لاسبارتيت. طب اديتها ايه من اليوريا سايكل؟ حاجه واحده بس اللي هي الفيوماريت تمام، يبقى الفيوماريت ده يدخل الايه الكريبس سايكل تمام. احنا كده خلصنا اليوريا سايكل تمام، قلنا الديفينيشن ان دي المين او البرنسبال ايه باث واي اللي بيحصل فيه تخلص من الايه من الفري امونيا اللي خارجه من الايه من الكاتابوليزم اوف الامينو اسيد. يبقى يعتبر الاند برودكت بتاع الامينو اسيد كاتابوليزم هو اليوري تمام. الستيت او الفيد ستيت بتحصل امتى؟ بتحصل طالما في اي ايه امينو اسيد ديجراديشن تمام. لو كلت بقى هاي بروتين دايت، لو حصل هايبر كاتابوليك ستيت في جسمي يبقى يتكسر امينو اسيدز كتير، يبقى اليوري سايكل تحصل كتير بريت اعلى يعني تمام. بعد كده قلنا السايت اونلي ان ليفر بارتلي ميتوكوندريال اند بارتلي سايتوبلازميك، اول خطوتين بيحصلوا في الايه في الميتوكوندريا. طب الستبس اليوريا سايكل على بعضها كام ستيب؟ 5، وكل ستيب محتاجه انزيم ولازم نحفظ الاسم تمام. كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 ده الريت ليميتنج انزيم، بعد كده الاورنيسين ترانس كربامويليز، بعد كده الارجينين وساكسينيت سنسيتيز انزيم برضو محتاج اي تي بي، وبعد كده هنكسر بقى يبقى ارجينينو ساكسينيت لايز، وبعدين ارجينيز ممكن برضو نقول على ارجينينو ساكسينيت لايز ارجينو ساكسينيز، يبقى اخر خطوتين تكسير عشان ايه تعرفوا تفتكروه. واول خطوتين ما ينفعش تنسوهم اصلا اللي هو الكربامويل فوسفيت ترانس سنسيتيز 1. كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 ده مهم جدا، لازم تكونوا حافظينه يعني عارفينه. وتاني واحد برضو مهم جدا وهنعرف ليه لما تذاكروا الميتابوليزم اوف امونيا، اللي هو الايه الاو تي سي او الاورنيسين ترانس كربامويليز تمام. الاثنين دول مهمين جدا، واخر اثنين تكسير ارجينو ساكسينيت لايز ارجينيز تمام. بقى لنا واحد بس اللي في النص اللي محتاج اي تي بي، واللي هيكون الارجينو ساكسينيت اللي هو الايه ارجينو ساكسينيت سنسيتيز تمام. طيب زي ما اتفقنا كده من اول محاضره ان الميتابوليزم اوف امونيا انتوا هتقروه من ليبن كود تمام، هو جزء صغير جدا هتقروه، تبقوا بعد ما تقروه كده تلخصوا بقى ايه المطالبين انتوا بيه، ان بعد ما تقروه تكونوا عارفين sources and fate of ammonia تمام، وعارفين الهايبر امونيميا الكوزز بتاعتها والمانيفستيشنز تمام، علشان ان شاء الله نحضر لكم اسئله عليها ونتناقش فيها في الاوفيس اورز. السمري بقى طبعا احنا عدنا كتير جدا في الكلام، ودي اللينكس، اول لينك ده بتاع محاضره السنه اللي فاتت زي ما قلت لكم بتاع الدايجيشن اند ابسوربشن، دايجيشن اند ابسوربشن اوف بروتين، هتلاقوه بادئ من دقيقه 51 تمام. وان شاء الله زي ما قلت لكم في الاوفيس اورز هكون محضره لكم اسئله على المحاضره كلها. هنبدا الاول بالجزء اللي انتوا هتحضروه الميتابوليزم اوف امونيا، وبعدين ان شاء الله نحل اسئله على المحاضره كلها باذن الله. طيب انا حبيت بس افسر لكم شويه يعني اكتبها شويه ان ديتيلز السلايد دي، زي ما انا كنت برضو معوداكم في محاضرات السنه اللي فاتت، كانت في نصيحه كده ان انتوا ايه اول ما تسمعوا الريكوردنج على طول تقروا الهايلايت تمام، عشان تبقوا فاهمين ايه او تعرفوا تزودوا ايه اللي اتقالش في المحاضره بس موجود في الهايلايت. وعامه طبعا اي حاجه بتتقال في المحاضره هتبقى دي الايه يعني الموست امبورتنت يعني، واللي هي ما ينفعش ما تبقوش عارفينها وما ينفعش تبقوش فاهمينها. بس طبعا في اجزاء تانية هتلاقوها في الهايلايتس ممكن انتوا تقروها لوحدكم،
بس ان شاء الله يعني بالنسبه لمحاضراتي مش هتلاقوا خالص اي حاجه يعني زياده كتير او حاجه. فاحنا ايه، حبيت بس افصلها لكم كده لو هتنفعكم، ان احنا الاول نسمع الريكوردنج واحنا ايه متابعين مع البي دي اف، تمام كده؟ بعد ما نسمع الريكوردنج نقرا الهايلايتس، اعلم بقى على اي حاجه ما اتقالتش. ممكن اعلم بقى ازاي؟ ممكن معايا هايلايتر يا دوبك بس الون كده الهيدلاين واكتب جنبه ان ده نوت منشند ان بي دي اف، يا اما اكتب بقى في البي دي اف. يعني هو الاحسن طبعا ان احنا بقى نجمع في البي دي اف بقى كل حاجه، اكتب كده ايه اي حاجه ما اتقالتش في المحاضره بس موجودة في الهايلايتس، اكتب كده نوت في البي دي اف ان مثلا الجزء ده ما اتقالش، ده صفحة كذا، اكتب بس عنوانه في البي دي اف واكتب قدامه صفحة كذا، وابقى اروح بقى اذاكره من البي دي اف طبعا ايه اختصارا للوقت بدل ما نقعد ننقل او كده. تمام، ما دام جمعت كل حاجة في البي دي اف في الحالة دي ايه ينفع اذاكر على طول بقى بعد كده المحاضرة من البي دي اف بس. يعني لو جيت ذاكرت المحاضرة دي تاني مش لازم بقى اسمع الريكوردنج وبعدين اقرا البي دي اف وبعدين اروح اشوف ده طبعا كله تضييع للوقت. يبقى اول مره هسمع المحاضره بعدين اقرا الهايلايتس، اعلم على اي حاجه زياده عن المحاضره اكتبها بس كنوت كده في البي دي اف، وبعدين ابقى ارجع لها تاني. يعني اما اقرا الهيدلاين اللي انا مزوداه ده هرجع له تاني على طول في الايه لما اجي اذاكر المحاضره تاني مره، ارجع له تاني بقى في الايه في الهايلايت. تمام، وده طبعا الميل بتاعي هو معاكم من السنة اللي فاتت، لو عوزتوا أي حاجة ابعتولي عليه. شكرا جزيلا.